يا صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على كل مشاهدي هذا الصباح على إكسترا نيوز. النهاردة يوم الخميس 2 سبتمبر 2021. عايزة أبدأ مع حضراتكم بالافتتاح المبهر اللي احنا كنا بنتابعه بالأمس، استضافة مصر وتنظيمها لبطولة العالم للدراجات للناشئين 2021 لأول مرة تقام في مصر. قد إيه الحفل كان مشرف، العروض كانت استثنائية، الفاير ووركس، كل التفاصيل اللي احنا شفناها امبارح. لو يعني يمكن أنا كان ليا الشرف إن أنا طبعا أقدم هذا الحفل المبهر المشرف بحضور طبعا وافتتاح السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وعدد من السفراء بمشاركة تقريبا 40 دولة في هذه البطولة. التنظيم اللي احنا شايفينه ده من عروض الجمباز والدراجات والعروض الاستثنائية بالحفل أو الشكل هذا الممتع المميز، عايز أقول لحضراتكم إن التكليف يمكن جه لشركة تذكرتي تقريبا 48 ساعة. هذا التنظيم استغرق تقريبا 48 ساعة، يعني ده إن يدل على شيء، يدل على إنه فعلا مصر قادرة إن هي تنظم بطولات على أعلى مستوى بإشادة الجميع. طبعا هذه البطولة اللي بتستضيفها مصر وانطلقت فعالياتها امبارح يوم الأربعاء هتستمر طبعا لحد يوم 5 سبتمبر. كان في إشادات واسعة من كل اللي كانوا موجودين. أولى هذه الإشادات كانت من رئيس الاتحاد الدولي للعبة نفسه، قد إيه اتكلم على إنه التنظيم رائع، رغم إنه في أصلا يعني إحنا في ظروف استثنائية، العالم كله بيمر بظروف استثنائية. على الرغم من هذه الظروف ولكن مصر دي مش أول بطولة تستضيفها وبهذا الشكل المشرف في الافتتاح وفي العروض وفي كل التفاصيل. هذه البطولة طبعا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، فخر كبير جدا لما بنشوف مصر بتستضيف وبتنظم أحداث عالمية كبيرة بتلفت طبعا النظر إليها، نظر العالم كله إليها. ولو حكيت لكم كده سريعا على الكواليس، أنا يمكن يعني امبارح الناس كانت بتتكلم إنه فعلا يعني إيه الجمال ده وإيه العظمة دي وإيه الروعة دي وإيه التفاصيل، الفاير ووركس من طبعا ده جالهوم، ده طبعا فريق الفراعنة المصري جالهوم أكاديمي تيم اللي أبهرنا امبارح بعرضه المميز. الحفل طبعا كان فيه كمان المطرب محمد نور غنى الأغنية الرسمية طبعا للبطولة. كل الحاجات دي وكل التفاصيل دي وكل اللي احنا شايفينه قدامنا وتابعناه امبارح اللي نال إشادة طبعا عدد كبير جدا من المسؤولين اللي كانوا موجودين والسفراء والعالم كله، والله بجد تنظم في وقت قياسي جدا. احنا قبل كده نظمنا، يعني دي مش أول مرة مصر تستضيف فيها بطولة، احنا قبل كده استضفنا كرة اليد، السلاح، الخماسي، وأخيرا طبعا وليس آخرا بإذن الله بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021. طبعا انتوا شايفين ده فريق الفراعنة المصري بصراحة يعني كان مبهر وكان مشرف وبيعملوا حركات يعني بصراحة يمكن خطيرة شوية، ولكن هم فعلا مدربين ومميزين وشاطرين. الحفل ده فيه طبعا أولا احنا الحمد لله رغم ان احنا نظمنا في وقت قياسي جدا، ولكن مصر كمان زي كل بطولة بتلتزم بالميديكال بابل أو الفقاعة الطبية، بتحمي حتى كل المشاركين في هذه البطولة من فيروس طبعا كورونا، واخدة كل الإجراءات الاحترازية، واخدة كل احتياطاتها علشان
تحافظ على اللعيبة أو تحافظ على الفرق اللي موجودة هنا في مصر. طبعا بنتمنى من كل الفرق إن هي تستمتع بوجودها هنا في مصر. بنتمنى طبعا التوفيق للفريق أو لكل الفرق طبعا اللي مشاركة طبعا في هذه البطولة. مبروك لينا ومبروك للشعب المصري استضافة هذه البطولة لأول مرة، وبإذن الله مش آخر مرة، ويمكن كمان تحسب لمصر إن هي بتستضيف هذه البطولة في هذا الوقت الاستثنائي من العالم كله بيمر بيه بظروف يعني صعبة، ولكن احنا واخدين كل إجراءاتنا الاحترازية وفي نفس الوقت قادرين على استضافة بطولات عالمية نالت إشادة كل الحاضرين وكمان كل العالم والمهتمين طبعا ببطولة العالم للدراجات. النهارده كمان هنتكلم مع حضراتكم عن عدد من المواضيع في مختلف القطاعات، سواء التعليم، محو الأمية، القطاع الزراعي والفلك. كمان هيكون لينا وقفة في فقرتنا الغذائية عن أبرز الأطعمة اللي ممكن تسبب التهاب في الجهاز الهضمي. هنبدأ مع حضراتكم بهيئة الأرصاد الجوية. الطقس يعني في الصباح الباكر أو حتى بالليل شوية في نسمات هواء، بس طبعا لسه في ارتفاع في درجات الحرارة. 22 سبتمبر خلاص هنصل إلى الاعتدال الخريفي، الجو هيكون أفضل بكتير، طبعا مع وجود رطوبة ولكن الجو هيكون أفضل بكتير. بالنسبة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية النهاردة الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى باقي الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. دكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذة خلود، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. النهاردة الصبح كان في نسمات هواء جميلة، بالليل بنشهد نسمات هواء يعني في نفس الوقت، هو بس الفكرة في وقت الظهيرة بيبقى فيه ارتفاع شديد في درجات الحرارة. يعني علشان احنا يمكن كل يوم حضرتك دكتور ايمان معانا، وعلشان يعني نتكلم في حاجه جديده، زي ما حضرتك ذكرتي امبارح يمكن قلت لنا انه بس في بدايه سبتمبر في ارتفاع في درجات الحراره. طيب حقيقي فعلا، وبعد كده يعني في اخر كده سبتمبر الجو هيبدا يتظبط، لكن مع وجود بقى الاعتدال الخريفي المفروض ان هو يوم 22 سبتمبر، هل الخريف هذا العام فعلا هيكون فيه اعتدال ولا لا هنشهد برضو شوية رطوبة يعني ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة طبعا للتغيرات المناخية؟ يعني هل هيكون خريف ولا لا، يعني نستناه فعلا بفارغ الصبر ولا
الجو برضه احنا هيبقى حر. هننتظره فعلا، وهو بدأ فعلا يبدأ يكون فيه انخفاضات طفيفة ونسوات هواء فعلا بدأنا نشعر بيها أثناء الليل والصباح الباكر، وده بدأ يلطف الإحساس بالحرارة وأيضا بنسب الرطوبة. متوقع أيضا بداية من يوم الأحد القادم تحسن في نسبة الأحوال الجوية ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. يعني احنا لو بنقول القاهرة بتسجل 35 درجة هتنخفض ل 33 درجة بداية من يوم الأحد القادم. 33 درجة؟ فعلا الله، ده خبر جميل. ده يعني ده فعلا يعني خبر هيسعد كل المشاهدين، احنا فعلا هنبدا نشعر بالتحسن في الاحوال الجويه مع ايضا نشاط رياح هيلطف مزيد من الاحساس بدرجات الحراره، وطبعا مع وجود بعض السحب في فترات الصباح الباكر. وجود السحب ايضا بتقلل سطوع الشمس وبتاخر سطوع الشمس فبتلطف الاحساس بدرجات الحراره. فتره الظهيره طبعا حتى الان ما زالت طبعا بتكون حاره لحد ما، لكن بدايه من يوم الاحد القادم هتكون اهدى في نسب الحراره ونسب الرطوبه، وهنبدا نشعر فعلا بتغير في الاحوال الجويه. ايضا ما زال معانا في فرص امطار هتبدا معانا من النهارده وحتى يوم السبت القادم، امطار خفيفه على مناطق من جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب البلاد، امطار خفيفه جدا. لكن مع منتصف الاسبوع القادم هتبدا نشهد فرص امطار على السواحل الشماليه للبلاد زي اسكندريه ومطروح، ودي يعني تعتبر بدايه موسم الامطار لخريف هذا العام. احنا طبعا لسه ما بداناش فصل الخريف اللي هيبدا في 22 سبتمبر، لكن ممكن نقول ان احنا بدانا موسم الامطار، وهنبدا نشوف على بقى بعض الايام كده امطار في مناطق مختلفه من الجمهوريه. فمن اليوم حتى يوم السبت الامطار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لكن ان شاء الله نص الاسبوع الجاي هيبدا يكون في امطار على السواحل الشماليه. ان شاء الله خريف هذا العام يعني طبقا للتقرير اللي اصدرته الارصاد الجويه. بالنسبه لدرجات الحراره هو هيكون اعلى من المعدل قليلا في درجات الحراره، ده شهر سبتمبر. لكن طبعا الخريف مستمر معانا، شهر اكتوبر وشهر نوفمبر مستمرين معانا، وحتى 21 ديسمبر بدايه الشتاء، فان شاء الله تنخفض فيه الحراره بشكل ملحوظ. ايضا هيكون في امطار على مختلف المناطق، وفصل الخريف معروف ان هو فصل السيول، لان دايما بتكون منخفض السودان هو اللي بياثر على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وهذه المناطق والطبيعه الجبليه ليها لما يكون في امطار وخصوصا مع غزارتها واستمرارها بتؤدي لتكون السيول. فمهم جدا ان احنا ناخد احتياطاتنا من دلوقتي، مخرات السيول لازم نجهزها. طبعا كل المناطق الجبليه ومناطق محافظه البحر الاحمر وسيناء بتبدا تاخد استعداداتها، وطبعا الارصاد الجويه بتبعت طبعا تحذيرات لهذه المناطق وللمحافظات عشان يبداوا ياخدوا استعداداتهم عشان بدايه فصل الخريف اللي احنا دايما بنشهد فيه السيول، فعشان لا قدر الله ما تحصلش اي مشاكل واي ازمه تمر بسلام بدون اي تغيرات. وخصوصا مع التغيرات المناخيه زي ما حضرتك ذكرتي ان كميات الامطار اللي بقينا نتعرض ليها بقت اكثر حده واكثر غزاره، واحنا بقالنا حوالي 5 سنين بنشهد كميات امطار بشكل مختلف. اسكندريه بدات تشهد كميات امطار بشكل كبير جدا السنه اللي فاتت، واللي قبلها كانت ايام متواصله، يعني في تقريبا 10 ايام متواصله شهدت امطار غزيره جدا وكانت بتعمل تجمعات مياه. في بعض المناطق بدات تشهد سيول برضه بغزاره زي سينا وسلاسل جبال البحر الاحمر. طبعا هو معتاد ان تشهد سيول هذه المناطق، لكن كميات الامطار زادت وحده الحالات العنيفه زادت، وعشان كده المنظمه العالميه للارصاد الجويه اطلقت عليها نوبات الطقس الجامحه، يعني محدش بيقدر يقاومها او محدش بيقدر يقف قدامها. فعلا التغيرات المناخيه ادت لذلك وادت لنوبات الطقس الجامحه، لما بيكون في ارتفاع في الحراره بيكون ارتفاع شديد، لما بيكون في امطار بتكون امطار شديده، انخفاض بيبقى برد قارس البروده، جفاف او تصحر. وضع كله اختلف، يعني اكستريم ويذر زي ما بيقولوا كده في الارصاد الجويه، او اللي هو التطرف اللي هو التطرف الجوي، او الطقس العنيف او الطقس القاسي، ده طبقا برضو للمنظمه العالميه للارصاد الجويه. فالمصطلحات دي بقت مصطلحات جديده، لكن هي فعلا الواقع اللي احنا بنشهده حاليا وفرضت نفسها علينا بشكل جديد. دكتور ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا ليكي. من حالة الطقس نروح لحالة المرور على بعض طرق القاهرة الكبرى الرئيسية، بنرصدها مع حضراتكم عبر خرائط الجوجل مابس. هنروح أول حاجة على الدائري، في سيولة مرورية بتبدأ بالطريق الدائري في الاتجاهين. طبعا زي ما انتم شايفين كده اللون الأحمر دي تكدسات علشان في إصلاحات أكيد وفي توسعات، فهنلاقي شوية تكدسات بس كده في اللون الأحمر.
واللون الاخضر ده يعني الطريق فاضي. طبعا اكيد الساعه 8 دلوقتي الصبح لازم يبقى الطريق فاضي. يعني كوبري اكتوبر المتجه من مدينه نصر الى وسط القاهره والدقي والعكس، سيوله مروريه، هنلاحظها مع حضراتكم عبر الشاشه. نتابع بقى مع حضراتكم أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، هنتابع بقى ونشوف دلوقتي متوسط أسعار العملة الأجنبية أتت على النحو اللي احنا هنشوفه بقى، وهنتابع البيع والشراء لكل سلعة. من أسعار العملة نروح لأسعار الذهب، هنتابعها مع حضراتكم دلوقتي. شهدت ثبات طبعا بعد التراجع الطفيف اللي شهدته الأيام اللي فاتت، هنشوف بقى عيار 21 هو طبعا يعني أكثر انتشار في مصر دلوقتي، سعره قد إيه هنتابع مع حضراتكم في العرض التالي. احنا مع حضراتكم بث مباشر لبرنامج هذا الصباح على الصفحة الرسمية لقناة اكسترا نيوز على موقع التواصل الاجتماعي، هندخل على الفيسبوك هنكتب اكسترا نيوز هنطلع لحضراتكم لايف. على التمارين الرياضية قبل ما ننزل كده ونبدأ يومنا علشان يبقى في نشاط وحيوية ونحرك كده وننشط الدورة الدموية. كابتن هشام العوضي مدرب اللياقة البدنية هيوضح لينا مجموعة من التمارين الضرورية للجسم مع صباح كل يوم، وكمان هنركز على تمارين خاصة بالناس اللي بتعاني من تقوس اللي هو الكتف، يعني الناس بتقعد كده عايزين بقى التمارين عشان تفرد كده ظهرك كده. طبعا في بعض الاحيان تقوس الكتف ده بيعمل الم شويه للناس طبعا اللي بتقعد فترات طويله على المكاتب وكده، او حتى بتسوق لفترات طويله، فيعني الكتف ساعات بيبقى فيه الم فيه. فهيقول لنا بقى التمارين المهمه للكتف وازاي نقدر ان احنا نفرد ظهرنا حتى لو قعدنا فترات طويله قدام المكتب او حتى في السواقه.
كابتن هشام برحب بيك. يا اهلا بيك يا خلود، صباح الخير. يعني عايزين بقى نعرف منك يا كابتن، ايه التمارين اللي احنا نعملها علشان اولا نزيل الالم اللي بيبقى موجود على الكتف نتيجه طبعا للقعده لفترات طويله، وفي نفس الوقت على طول كده نفرد ظهرنا، او يعني اهميه ان احنا نفرد ظهرنا. الموضوع بسيط ان شاء الله. كنت عايز اقول في الراوند شولدر ده طبعا ليه تاثير كبير جدا في الظهر وعلى فقرات الرقبه، فاحنا عايزين بس الناس تعيش ببساطه واستخدامها للاشياء يبقى بالشكل السليم. قبل التمرين اللي عايز اقول، بس عايز اقول شويه ارشادات، ان المفروض اخلي بالي وانا بسوق بلاش ابقى رامي دايما كتفي قدام، خليني كتفي مرجعه لورا، دي حاجه بسيطه. وانا بذاكر او بكتب او بشتغل على اللاب او بشتغل على الموبايل بلاش اخلي برضو كتفي مرمي لقدام، خلي كتفي دايما ورا وبتعامل مع الاشياء بشكل الصحيح ليها. رقم واحد الموضوع جاي من هنا، اركز ان كتفي مفرود. رقم اتنين الحاجات بقى اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، التمارين المخصوصه اللي بيخلينا نعمل الشكل ده، شده او انقباض في عضلات الصدر والفص الامامي بتاع الكتف، وضعف كامل في عضلات اعلى الظهر كلها، فهو اللي عامل الامبالانس ده. نعمل ده ازاي؟ نعالجه ازاي؟ نبتدي نعمل استرتشات عشان نفك الانقباض بتاع الصدر والفص الامامي للكتف. واحد لو انا هعمله مع نفسي، همسك ايديا هشبكها في ظهري كده اهو، خلاص، واحاول ارفع ايديا لفوق على قد ما اقدر واشد كتفي وصدري لورا على قد ما اقدر. ده استرتش عشان يفك معايا الصدر والكتف. نعمل واحد تاني لو جنبي حيطه او مكان اقدر اسند عليه، هحط ايديا هنا اهو كده واشد نفسي بالجنب على قد ما اقدر بشكل بسيط عشان كل ده يتشد معايا الصدر والكتف الامامي. يبقى احنا عندنا تمرينين او اتنين استرتش عشان يفكوا الشست ويفكوا الكتف، اوكي؟ ناخد تمرينين او ثلاثه عشان نقوي بيهم عضلات اعلى الظهر. واحد، انا لو انا في البيت مش رايح جيم فممكن اجيب ازازتين ميه صغيرين همسكهم في ايدي والف كده عشان اوريكم، اقفل ظهري تمام وارفع وانزل، ارفع وانزل. هكمل كده هعمل 10 عدات ثلاث مرات، 10 عدات ثلاث مرات، اوكي؟ طيب نعمل حاجه، تمرين تاني برضو، حميل كده اهو، اوكي؟ واتني رجليا وافرد نفسي، همسك ازازتين الميه واعمل بيهم ايه؟ بيرد كده اهو. ده اقدر اعمله برضو 10 عدات ثلاث مرات، بين كل 10 او 10 فتره راحه عشان تعمل تقويات للابر باك. ناخد تمرين تاني لعضلات موجوده تحت قوي ضعفها برضو مسبب الموضوع ده. همسك ازازتين الميه برضو، نفس ازازتين الميه برضو، وحميل لتحت شويه، اوكي؟ واطلع اقفل عظمتين ظهري فوق كده وانزل تاني، اقفل عظمتين ظهري فوق كده وانزل تاني. لو شكلي بالجنب برضو اعمل التمرين ده 10 عدات واخد فتره راحه ثلاث مرات. دي تمرينات تقويه لعضلات اعلى الظهر وتمرينات استرتشات للتشست. مع الوقت، مع مرور الوقت، هيبقى فيه بالانس بين العضلتين، فهبقى كويس وكتفي مفرود. لكن بس حاجه بسيطه قبل يعني ما اختم، اقول ان رقم واحد لازم الموضوع يجي من هنا، لازم دايما اعود نفسي وانا ماشي وانا سايق وانا بكتب وانا ماسك الموبايل فارد كتفي، قاعد فارد كتفي، سايق ارجع كتفي لورا. دي اهم حاجه، لان احنا لو عملنا كل التمرينات دي وانا ناسي ان انا اعمل كنترول على جسمي مش هيحصل اي تغير ولا حاجه. انا حبيت اقول ارشادات بسيطه عشان الناس كلها تقدر تعملها، الموضوع هياخد منهم بالظبط 4 دقائق او 5 دقائق بالكتير. وزي ما قلنا ادواتنا ايه؟ ازازتين ميه صغيرين كانهم اوزان بلعب بيهم، اقدر اعمل ده في البيت 3 أو 4 مرات في الاسبوع، وزي ما قلنا المره 5 دقائق. فاي حد بعد كده شكله عنده راوند شولدر كده هيبقى شكله مفرود من قدام من الجنب، بدل ما كتفي مرمي لقدام كده وعامل كده هيبقى شكلي مفرود، ومش هاذي ظهري ولا هاذي فقرات رقبتي على المدى الطويل. وده كان يعني حاجات بسيطه نقدر نساعد بيها ناس كتير قوي.
كابتن هشام العوضي مدرب اللياقة البدنية، شكرا لك. طبعا نتيجة لانتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم، أصبح استخدام الهاتف وتطبيقاته المختلفة منتشرة بشكل كبير جدا. يمكن ده فادنا في حاجة، فادنا ان احنا في الوقت الحالي مصر في سنة 2019 كانت حاطة خطة من أجل أن تصبح مصر رقمية، نستخدم التحول الرقمي بشكل أكبر في كافة المؤسسات، في كافة الوزارات، في كافة الهيئات. يمكن دفدنا في أن احنا نستخدم أكتر الإنترنت، نستخدم أكتر تطبيقات الموبايل، نشتغل عن بعد، التعليم عن بعد، حتى اللي ما كانش ليه قوي في التكنولوجيا غصب عنه لازم في بعض الأحيان أنه هو يستخدم التكنولوجيا بشكل عام. عندنا مركز معلومات مجلس الوزراء المصري نشر انفوجراف جديد بعنوان زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول في ظل جائحة كورونا. الانفوجراف سلط الضوء على تطبيقات الهاتف المحمول، زيادة الاعتماد عليها في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ مع بداية تفشي فيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم واللي بلغت حوالي 3.8 مليار نسمة. احنا معانا على الهاتف دكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ خلود، وصباح الخير على مشاهدين حضرتك الكرام. خلينا نبص على الناحية الإيجابية. مع تفشي جائحة كورونا أصبح الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، لأي مدى الفترة اللي فاتت إحنا استغلناها واستفدنا منها من أجل انتقال المواطنين لاستخدام التطبيقات بشكل أكبر والمساهمة طبعا في التحول الرقمي؟ طبعا هقول لحضرتك حاجة، يمكن موضوع كورونا من المميزات القليلة والنادرة ليه حقيقة هي دفع ملف التحول الرقمي لقدام كتير قوي. ان هو ادانا فكره الامكانيه بتاعه استخدام التكنولوجيا. انا معايا التليفون المحمول الخاص بيا، معايا الكمبيوتر الخاص بيا، اكتشفت ان انا ممكن ادي خدماتي كلها عن بعد بدون ما اضطر ان انا اروح وانتقل الى مكان تلقي الخدمه. فهو دي كانت موجوده، انما كان ما كانش في ثقافه الاستخدام الكبيره للموضوع ده، او ما يطلق عليها معامله الثقه الرقمي ما كانش عالي قوي في هذا الاتجاه. لما جت كورونا لقينا ان خلاص احنا مضطرين، فبدات الناس تستوعب ان انا ممكن ادي الخدمه عن بعد، انا ممكن ادفع عن بعد، انا ممكن اشتغل عن بعد، انا ممكن احصل المواد التعليميه بتاعتي او اتعلم عن بعد. فهي رسخت ثقافه الممكن، ودي كانت مهمه جدا في ملف التحول الرقمي، ان احنا بنقول للناس ان الموضوع بسيط وسهل. احنا مصر عندنا فوق ال 95 مليون واحد معاه تليفون محمول، منهم يمكن 90%، يعني بنتكلم في 80 مليون مصري معاه تليفون محمول ذكي. بنتكلم على 39 مليون مصري بيستخدموا الانترنت من خلال المحمول. فهي كان الموضوع موجود وكان سهل وبسيط وكان الناس بتستخدمه، انما فكره استخدامه بقى في التطبيقات الخاصه بالعمل، التطبيقات الخاصه بالخدمات، التطبيقات الخاصه بالتنقل، التطبيقات الخاصه بالشراء عبر الانترنت، اكيد الملف ده وتتحسن كتير جدا بعد وجود الجائحه حقيقه. طيب تزامنا مع استخدام المواطنين للتطبيقات الإلكترونية، للأسف في أو ظهر أنواع كتيرة من عمليات النصب واستغلال حداثة بعض المواطنين في استخدام وسائل التكنولوجيا. إزاي نقدر أن احنا نحمي أهالينا، نحمي كبار السن من عمليات التلاعب؟ حضرتك الموضوع ده مهم جدا، لأن هي فكرة التكنولوجيا ليها مخاطر، طبعا ليها مخاطر استخدام ما عندناش شك في كده، ومخاطر الاستخدام الطريقه المثلى في وجهه نظري البسيطه هي الوعي تجاهها، ان دائما وابدا في مخاطر مستحدثه، ودائما وابدا هيبقى عندنا مشاكل جديده. صحيح. اللي بيحمي الكلام دوت هو فكره الوعي، ان انا ببقى فاهم امتى اقول بياناتي، امتى احطها على انهي موقع، امتى استخدمها هنا، امتى ما استخدمهاش هنا.
فأنا يمكن كنت كاتب مقالة في إحدى الصحف المصرية العريقة هي، كنت بقول إن فكرة الأمن السيبراني والأمن في العالم الرقمي لازم يبقى جزء من المناهج التعليمية حقيقة الكبار و إحنا عندنا يعني دول كبرى بتتعرض لهجمات سيبرانية لمؤسسات أصلا حكومية، فموضوع ده موضوع الولايات المتحدة الوحدية بتتعرض بحوالي مليار هجمة إلكترونية سنوية وعلى مستويات تصل إلى آخرها كانت سرقة معلومات موظفين للدولة. دي حضرتك سرقة المعلومات واختراق المواقع، احنا بنتكلم يعني لو كنا بصينا حتى اجتماعات حلف الناتو المؤخرة اللي كانت في بروكسل حطوا الهجمات السبرانية ضمن البند او ميثاق الناتو اللي استوجب في حالة تعرض دولة لهجمات كبيرة انها تمثل الهجمات العسكرية، فاحنا وصلنا لهذه الدرجة من الخطورة حقيقة للامور لدرجة ان حتى بقى تلاها مباحثات بين الرئيس بايدن والرئيس بوتين على موضوع الهجمات السبرانية بين الدولتين، وان خلاص بقت جزء من الحروب بين الدول، فاحنا امام عصر جديد مختلف تماما، وبالتالي احنا لازم نشتغل بآلات هذه العصر شئنا ام لم نشأ. علشان كده فكرة الأمن المعلوماتي وفكرة الثقافة الرقمية فكرة صحيح. معاملات الأمان الرقمية دي لازم تبقى مترسخة حقيقة عند شبابنا وعند يعني كل فئات المجتمع اللي عاجلاً وآجلاً أم آجلاً هنستخدم كل ما نحتاجه من خلال التليفون المحمول أو من خلال الإنترنت، وخصوصا في ظل تواجد الدور الرئيسي ناحية التحول الرقمي. دكتور محمد عزام عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، شكرا لك. الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام من الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية أن يكون أو يتم توفير أعلى مستوى من الأمان والكفاءة وتطوير وسائل النقل الجماعي بكافة أشكالها من أجل الحفاظ على المواطنين، من أجل حمايتهم، وفي نفس الوقت يكون في صيانة لهذه الوسائل المختلفة بشكل مستمر. وده بالفعل تم بتوجيهات من القيادة السياسية لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد على اهتمام القيادة السياسية وتوجيهها المستمر لتوفير وسائل النقل الجماعي على أعلى على أعلى مستوى للمواطنين. تصريحات مدبولي جاءت خلال حضور توقيع عقد تصميم وتنفيذ وصيانة وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة الإسكندرية العالمين مطروح بطول حوالي 660 كيلومتر بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 4 مليار و450 مليون جنيه. طبعا هذا التطوير للقطار الكهربائي او وسائل النقل الجماعي فقط للتصحيح هتكلف حوالي او بتكلفه اجماليه 4 مليار و450 مليون دولار. انا قلت جنيه لكن هي مش بالجنيه، هي بالدولار.
ورقم كبير جدا من أجل طبعا الحفاظ على أرواح المواطنين وتطوير هذه الوسائل الهامة بالنسبة طبعا للمواطن المصري اللي بيستخدمها يوميا، الملايين بيستخدموها يوميا. طيب احنا برضو معنا خبر مهم جدا، مين فينا ما بيحبش التين الشوكي؟ مين؟ يعني نادرا جدا لما بلاقي حد ما بيحبش التين الشوكي. التين الشوكي اولا فوائده الغذائيه عظيمه جدا وكبيره جدا، بالاضافه طبعا ان هو ليه فوائد تانية، وان هو طبعا بيحتاج الى بيئه معينه علشان يقدر ان هو طبعا ينمو. وعندنا كمان معهد البساتين التابع لوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي اكد على اهميه محصول التين الشوكي كاحد مصادر الدخل المربحه للمزارع، وقال بقى دي بقى نقطه مهمه جدا انه هو بيعتبر احد الزراعات اللي بتقاوم التغيرات المناخيه اللي بيشهدها العالم كله، واللي يمكن تعظيم عوايده الماديه من خلال اعاده تصنيعها وادخالها في صناعات اخرى زي صناعه الاعلاف والعصائر والمربى وغيره وغيره. وضح المعهد كمان عدد من التوصيات للنهوض بزراعه التين الشوكي. معانا استاذ محمد خالد، استاذ الفاكهه الاستوائيه بمركز البحوث الزراعيه معهد البساتين. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الفل. عايزين نتكلم اولا التين الشوكي، يعني احنا بنحبه كده بالفطره، ولكن لو وضحنا بقى واتكلمنا على انه فايده التين الشوكي وازاي كمان بيعتبر زراعته تقاوم المناخ. بصي حضرتك، هو التين الشوكي في مقاومه المناخ في ثلاث حاجات رئيسيه. الحاجه الاولانيه اللي هي مقاومه التصحر و تثبيت الكثبان الرمليه. تمام. جذور التين الشوكي جذور شبكيه قريبه جدا من التربه، ودي معروفه قوي في مصر من زمان. هتلاقي حضرتك اغلب السكك الحديديه في مصر بيبقى تراب منقول، فعشان كده هتلاقي مزروع عليها حاجتين، الغاب والتين الشوكي، لان هم بيمسكوا التراب ده. التراب ده زي الكثبان الرمليه بالظبط. دي اول حاجه، فبيحمي المدن اللي بتبقى في الظهير الصحراوي. تمام. ان هو بيحافظ على بيمسك الكثبان الرمليه، ما بتجيش التراب يوصل للمدن. دي اول حاجه. تاني حاجه التين الشوكي من النباتات العصريه. النباتات العصريه دي احد التغيرات الهامه فيها او التغيرات الالهيه فيها انها بتفتح صورها بالليل ما بتفتحهاش بالنهار عشان تقلل فقد الميه، فهي بتاخد ثاني اكسيد الكربون من الجو وقت الليل. تمام. في كتير من دول العالم تزرع النباتات الصبريه عموما، مش التين الشوكي بس، في المدن الصناعيه عشان يمتص نسبه من ثاني اكسيد الكربون اللي بتبقى موجوده في الجو. وهو له طريقه معينه بقى بياخدها بالليل ويدخلها في تعاملات ويبتدي يستخدمها الصبح لما تطلع الشمس عشان عمليات البناء الضوئي وخلافه. دي تاني حاجه. تالت حاجه له ان الواحد التين الشوكي فيها نسبه كربوهيدرات عاليه جدا، فلما ابتدوا يستخدموها في البايو جازز، طلعوا حضرتك فاكره من اربع خمس سنين لما ابتدوا ياخدوا الغله والشعير عشان يطلعوا منها غاز يقلل نسبه ثاني اكسيد الكربون ويستخدم مكان البترول، لقوا ان البايو جازز ده الواح التين الشوكي بتدي اضعاف النباتات الخضراء الاخرى. دول الثلاث يعني ثلاث فوائد بالنسبه للتغيرات المناخيه. لكن بالنسبه لفوائد التين الشوكي، هو كل جزء في النبات له استخدام، سواء استخدامات صناعيه، كل جزء اعتبارا من اللوح بيخش في تغذيه الحيوان وخلافه، وبيخش بقى في صناعات الكوزماتكس، الكريمات، كريمات الشعر، كل ده بالنسبه للوح. الثمره فيها زي ما حضرتك عارفه قشره ولب. القشره برضو ليها استخدامات، بيطلع منها كحول وجليسرين والوان صناعيه طبيعيه. الوان صناعيه. طب ما هو للاسف يعني الحاجات دي بتترمي. ما هو احنا بنحاول بقى، حضرتك قلتي على الندوه، احنا كان عندنا ندوه يوم الاحد، بنحاول نوصل الكلام ده للمستثمرين عشان يبقى عندنا صناعات قايمه على التين الشوكي. والمزارع كمان يا دكتور، يعني هو المزارع ممكن ما يبقاش عنده القدره على انه يعمل مصر،
لكن احنا بنحاول يبقى في مصانع يخش فيها صناعات التين الشوكي، فده يعود على المزارع بانه يلاقي سوق للمحصول بتاعه ويبقى في قيمه مضافه من كل جزء من اجزاء النبات. التين الشوكي بيطلع من البذره اللي موجوده جوه الثمره دي اغلى زيت في العالم. زيت بيتراوح سعره ما بين 800 الى 1000 دولار لللتر. وافضل انواع الزيوت الكوزماتكس في العالم كله. اللي هو ايه يا دكتور معلش افضل الزيوت؟ زيت بذره التين الشوكي. انا اول مره اسمع عن الزيت ده. حضرتك خشي بس على النت هتلاقيه افضل. هو اكيد اكيد طبعا موجود بس انا يعني اول مره اسمع عنه. طب ده بيستخدم لايه او استخداماته ايه؟ للبشره يعني ولا للشعر ولا لايه؟ لا للبشره ولازاله التجاعيد وحاجات من هذا القبيل بقى، يعني كل انواع الكوزماتكس بيخش في كريمات بيخش في بيستخدم عادي. ممكن فعلا يعني التين الشوكي طالما فوائده حتى القشره فوائده عديده كده، ده احنا ممكن نزود كمان من دخل المزارع والمستثمر. يعني ده في اكتر من صناعات ممكن تدخل في التين الشوكي. ما هو عشان كده كمان استخدامه للميه قليل جدا. عشان كده احنا بنحاول نتوسع في زراعته، بس عشان نتوسع في زراعته لازم يبقى عندنا الاستخدام عشان ما نتوسعش بصوره تؤدي الى ان المحصول يبقى كتير فيبقى سعره قليل فالناس ترجع تبطل تزرعه. عشان كده احنا بنحاول نوصل للمستثمرين للناس ان في فوائد كتيره. يا جماعه الصناعه التين الشوكي القيمه المضافه بتاعته من التصنيع قد الاستهلاك الطازج 100 مره مش 10 مرات 100 مره. كل جزء في النبات له استخدام بدايه من اللوح لحد البذره. يعني دي فوائد عظيمه جدا جدا جدا. نتمنى ان هي طبعا يكون في وعي اكتر سواء عند المستثمر او حتى المزارع ان هو يستفيد من التين الشوكي ونبدا بقى نشوف القيمه المضافه لكل منتجاتنا ونحاول احنا نستفيد منها بدل ما تترمي، يعني يتم اعاده تدويرها تستخدم مره اخرى او حتى تدخل في صناعات ثانيه. شكرا لحضرتك يا فندم استاذ محمد خالد استاذ الفاكهه الاستوائيه بمركز البحوث الزراعيه معهد البساتين. إنجاز كبير جدا قدمته مصر في ملف حماية الطيور المهاجرة ضمن رحلتها السنوية أثناء مرورها طبعا على الأراضي المصرية من خلال برنامج الإغلاق الجزئي للطواحين لحماية هذه الطيور المهاجرة. المزيد حول هذه الجهود في ملف حماية الطيور المهاجرة معنا دكتور أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامة التابعة لوزارة البيئة. صباح الخير يا دكتور. اولا عايزين نتكلم عن هذه الخطوات اللي قامت بيها مصر، كان ليها اولا يعني ردود افعال ايجابيه لحمايه الطيور المهاجره، كلمنا اكتر عن هذا البرنامج بشكل اكبر. طيب متشكرين جدا على الاستضافه. مصر بتقع في ثاني اهم مسار للطيور الحوامه المهاجره على مستوى العالم، والطيور الحوامه معناها ان هي الطيور اللي بتاخد طيارات الهواء الصعبه السخنه عشان ترتفع وتحلق في السماء الاعلى دون رفرفه اجنحتها وما تبذلش طاقه، عشان كده هتتجنب مرور الموانئ المائيه الكبيره وبتعبر عبر الاخاديد والجبال، عشان كده بتسلك مسار هجره البحر الاحمر والاخدود الافريقي العظيم. يعني بتاخد الطيور اللي بتيجي من اوروبا واسيا ناحيه افريقيا
في موسم الخريف اللي هو شغال حاليا من شهر 8 لشهر 11، وبتعود الى مواطنها الاصليه من افريقيا الى اوروبا واسيا في موسم هجره الربيع اللي بيكون من شهر 2 لشهر 5. تصادف ان مسار هجره البحر الاحمر عندنا في مصر بيتميز بانه من اعلى سرعات الرياح على مستوى العالم واستدامتها طول السنه، يعني كنز من الموارد الطبيعيه يجب ان نستغله لانتاج الطاقه النظيفه. الطاقه النظيفه طبعا يعني اقتصاد اخضر، يعني تقليل من غازات الانبعاث الحراري وغسل اكسيد الكربون، فبيساهم في عمليه التغيرات المناخيه. فكان من الاهميه بمكان ان احنا ناخد اجراءات من شانها ان احنا نحمي الطيور، لان طواحين الهواء ارتفاعاتها بتتعدى ال 100 متر، يعني من 100 متر ل 120 متر. ومخطط عشرات المشروعات الكبرى في ساحل خليج السويس في مصر، منها للقطاع الحكومي ومنها للقطاع الخاص. فكانت مصر لها تجربة ريادية على مستوى العالم أشاد بها العالم، وردود فعل إيجابية من كل المنظمات الدولية وكل الاتفاقيات الدولية، إن تم دمج حماية الطيور الحوامة في القطاعات التنموية المستهدفة، وده كان هدف مشروع سنو طيور الحوامة المهاجرة اللي هو ممول من مرفق البيئة العالمية وتديره وزارة البيئة مع الشركاء من المجلس العالمي لحماية الطيور والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. طيب الناس بقى اللي ممكن بتابعنا دلوقتي تقولي طيب انا ايه الفايده او ايه العائد الايجابي اللي هيعود على مصر من خلال هذا البرنامج او حتى حمايه الطيور المهاجره؟ دي عوائد ضخمه جدا، عوائد بيئيه وعوائد اقتصاديه واجتماعيه كبيره جدا جدا. يعني على سبيل المثال مبدئيا القوانين المصريه، قانون البيئه وقانون المحميات الطبيعيه، بيحمي ملتزم بحمايه الموارد الطبيعيه والثروات الطبيعيه كمورد للمصريين. كمان مصر موقعة على اتفاقيات دولية ملزمة، يعني اتفاقية التنوع البيولوجي اللي مصر استضافت المؤتمر بتاعها في 2018، اتفاقية الأنواع البرية المهاجرة مصر موقعة عليها عشان تحمي الأنواع اللي بتهاجر عبر أراضيها. في نفس الوقت كمان يعني يا دكتور أسامة، احنا عندنا سياحة أصلا مهتمة جدا بهذه الطيور المهاجرة، هل احنا بقى بنستفيد من الرحلة دي وبالنشط عندنا هذا النوع من انواع السياحه او المهتمين بشكل عام بالطيور المهاجره؟ لان كمان انا اللي عرفته ان احنا بيجي لنا في مصر طيور نادره كمان. حضرتك موضوع السياحه ده موضوع كبير جدا جدا، واحنا بنهتم حاليا وزاره البيئه بتهتم بالسياحه البيئيه واطلقت حمله في 2020 ايكو ايجيبت مصر البيئيه، وانطلقت من شرم الشيخ. ما شرم الشيخ تعتبر ثاني اهم مسار برضه في يقع في مسار هجره الطيور الحوامه والانواع الاخرى. فعندنا شرم الشيخ مثلا وجنوب سيناء بيجيها ثلث السياحه اللي تيجي مصر بالاضافه للبحر الاحمر واسوان. احنا بدانا نعظم سياحه مشاهده الطيور كاحد رافد السياحه البيئيه، وبدانا ندمج موضوع السياحه في اكبر شركات السياحه. هذه السياحه من امتى تحديدا؟ من 2015. انا عايز اقول لحضرتك عندنا مواقع جذب في شرم الشيخ مثلا، منطقه اسمها بحيرات الاكساده، بحيرات صرف الميه اللي بتجمع ميه الصرف، ودي تقف بيتواجد عليها كل عام عشرات الالاف من الطيور في نفس الوقت. المنظر ده لا يمكن يتكرر في اي دوله في العالم. الله، اصلا كفايه المنظر احنا شايفينه على الشاشه ده. المنطقه دي اللي كانت تعتبر منطقه صرف صحي اتقلبت حاليا لمنطقه سياحه مشاهده الطيور. معالي وزيره البيئه زارت المكان عده مرات، معالي سياده المستشار الوزير المحافظ جنوب سيناء زار الموقع ده عده مرات، اعضاء مجلس الشعب زاروا الموقع ده عده مرات. المكان بدا يجذب الانتباه لشركات السياحه والفنادق ان هم يعملوا رحلات مشاهده السياحه هناك. لسه مبعوث لي امبارح من شركه ترافكو السياحيه مجموعه من السياح وقفوا يعملوا مشاهده الطيور في المنطقه دي. احنا عملنا اتفاقيات كبيره هناك وادمجنا البعد السياحي مشاهده الطيور في جنوب سيناء والبحر الاحمر. فدي احد المكاسب الكبيره جدا وردود الفعل الايجابيه. ناهيكي بقى عن انت لما تحمي عشرات الالاف من الطيور اللي بتخش جوه طواحين الهواء، ومصر تلتزم بالاتفاقيات دي وتخسر كهرباء قليله، وفي نفس الوقت تحمي الطيور، بصراحة كانت منظومة متكاملة، ومش عايز أقول نادرة الحدوث في كثير من المجتمعات إن الجهات الحكومية المختلفة تتعاون مع بعضها، جهات شؤون البيئة، مع هيئة الطاقة المتجددة، مع الشركة المصرية للنقل الكهرباء، مع المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة، بروتوكولات رسمية، واتفاقيات تمت تنفيذها على أرض الواقع، مما أبهر العالم. يعني مثلا الشركة المصرية للكهرباء بتدير القطاع الخاص، وهيئة الطاقة المتجددة بتدير القطاع الحكومي. القطاع الخاص بقى ملتزم انه يدفع فلوس كل موسم عشان يحمي الطيور في اتفاقيات ماضيه الحكومه المصريه. جهود كبيره جدا تكلل بنجاح، وان شاء الله المزيد من النجاح. دكتور اسامه الجبالي مدير مشروع طيور الحوامه التابع لوزاره البيئه. نروح برضو لكفر الشيخ.
شهدت كفر الشيخ امبارح بدء انشاء التجمع السكني الثالث من بين التجمعات السكانيه الثلاثه اللي تم الاعلان عن اقامتها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهوريه. طبقا لتوجيهات القياده السياسيه ومتابعه رئيس مجلس الوزراء، المشروع يشمل اقامه حوالي 162 عماره سكنيه أرضي و11 دور، بالإضافة إلى إقامة حوالي 8 أبراج أيقونية على غرار مدينة العالمين الجديدة. معايا سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. بالمناسبة سيادة المحافظ، زي النهاردة من السنة اللي فاتت بالصدفة لسه يعني كنت بشوف قبل ما أدخل هوا في الميموريز او الذكريات، يعني نفس اليوم ده انا كنت موجوده في كفر الشيخ وكنا بنعمل لقاء مع حضرتك وكنت بتكلمني عن التطوير اللي تم في كفر الشيخ. اولا من سنه حتى الان ايه اللي تم فيما يتعلق طبعا بمشروع تطوير كفر الشيخ ضمن عواصم المحافظات؟ وطبعا في اطار المبادره الرئاسيه اللي اطلقها فخامه الرئيس لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حقيقه على مدار الاشهر الماضيه كان في اختيار للمواقع السكانيه واصدار قرارات وزاريه ورئاسيه بنقل الملكيه من جهات الولايه الحاليه الى المحافظه. احنا كنا بنعاني الحقيقه من توافر اراضي للاسكان في السنوات الماضية، مما أدى إلى تراكم طلبات الإسكان. الحقيقة الدولة بتوجيهات السيد الرئيس والحكومة دخلت بكامل أجهزتها، تم توفير ثلاث مواقع لتجمعات سكانية هتشمل 24,000 وحدة سكنية هتستوعب الحالي والمستقبلي. اللي بيبني وده الأهم، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استلمت موقعين او تجمعين سكانيين من ثلاث اشهر. الحقيقه الغابه من الحفارات ومكن دق الخوازيق على مدار الثلاث اشهر، وصلنا الحمد لله في موقعين، واحد في غرب المدينه في منطقه تحيا مصر وواحد في شرق المدينه خلف الجامعه للدور الثالث. تم كمان في الفتره الماضيه دي انشانا محور جديد يخدم الربط ما بين التجمعات السكانيه ببعضها ويربط شرق المدينه بغربها. الحمد لله زي ما حضرتك اشرتي، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه استلمت التجمع الثالث الحمد لله. ده لانشاء 162 عماره بارتفاع 11 دور هيشملوا 13,000 وحده سكنيه فيهم. الحقيقه وده شرف لينا وبنشكر الدولة وفخامة الرئيس ان احنا هنبقى المدينة الثالثة اللي هيبقى فيها ابراج 4 لارتفاع 30 دور و4 لارتفاع 40 دور، بخلاف بقى وده الاهم مراكز تجارية وادارية ومجمع للمدارس في مدرستين دوليتين وجامعة للتعليم الفني الدولي ونادي اجتماعي وثلاث مساجد. والأهم أسفل تلك المواقع أماكن انتظار تستوعب التردد أو الإسكان. والأهم بالنسبة لنا الحقيقة كمحافظة وكدولة إن توفر من خلال تلك المشاريع في التجمعين الأولين 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. صحيح، ودي نقطة مهمة، فرص العمل. احنا هنا برضو بنشغل شبابنا اللي في المدينة او في المحافظة، فدي نقطة مهمة جدا سيادة المحافظ. بالضبط، مش في الانشاء بس كمان يا فندم، ما بعد الانشاء الاماكن التجارية والادارية دي هيتوفر لاصحاب المنشآت فرص عمل، وهيتوفر للعاملين فيها فرص عمل دائمة لانه يشتغل وينتج ويكون أسرة. يعني مش هتكون مؤقتة تنتهي مع انتهاء هذه المشاريع، حضرتك بتقولي انها دائمة. ما هو دائمة دي يا فندم المشاريع المراكز التجارية والإدارية دي هتفتح. صحيح. وهتبقى فيها فرص عمل سواء لصاحب المنشأة أو العاملين فيها، وبالتالي وجه المدينة هيتغير مش فقط وحاجات سكانية، لا كمان فرص عمل دائمة وغير ومباشرة وغير مباشرة. الحقيقة وجه المدينة بالكامل هيختلف.
سواء في الاسكان او في الطرق اللي هتربطها او في فرص العمل والمنشات الاداريه والتجاريه، وهيبقى في فرص اماكن ترفيهيه وتعليميه. والاهم ان هو في مدخل مدينه كفر الشيخ امام الجامعه، في تعتبر افضل منطقه موجوده في العاصمه. طب تقريبا ان هذه التجمعات السكنيه مع الابراج الايقونيه الوقت المحدد ليها، انا عارفه ان كل المشاريع تقريبا في الوقت الحالي بتنافس وقت قياسي مع كمان جوده في التنفيذ، تقريبا هل احنا عندنا خطه لتنفيذ هذه المشاريع وقت محدد يعني مستغرق؟ هو المرحلة الأولى اللي بتشمل الأماكن التجارية والإدارية والعقارات ال 11 دور محدد ليها 24 شهر. وأنا عارف إن الهيئة الهندسية 24 شهر. أما ما الأبراج أو المنطقة اللي محيطة بيها فطبعاً دي هتصدر 36 شهر، فاحنا عندنا أكيد يعني هتاخد وقت طبعاً. إحنا بنتكلم على إنه هيبقى فيه تقريباً 8 أبراج أيقونية على غرار مدينة العالمين الجديد. بالظبط 34 دور و 44 دور حقيقه يعني، وده هيبقى احنا يعني ممتنين جدا، واللي اختيارنا كالمدينه الثالثه في الجمهوريه بعد العاصمه الاداريه والعالمين لانشاء تلك الابراج في اطار المبادره لتطوير عواصم المدن، لان بقيه عواصم المحافظات هيبقى فيها طبع مميز لكل عاصمه، ودي المبادره الرئاسيه الحقيقه القائمه حاليا، بخلاف توفير بقى وحدات سكانيه للعدد المتراكم عندنا ويتحمل المستقبل باذن الله. باذن الله. طب سياده اللواء برضو اخيرا يعني خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن مبادره او المشروع القومي حياه كريمه، حتى الان وصل لحد فين؟ طبعا زي ما حضرتك اشرتي ده لتطوير عواصم المدن، طبعا المبادره الرئاسيه الاهم هي تطوير الريف المصري اللي هي حياه كريمه. حقيقه احنا المبادره عندنا مستهدفه مركز مطوبس، وده بيمثل 10% من السكان 350,000 نسمه و10% من المساحه. هي المركز ده بالرغم من موقعه الجغرافي المتميز على النيل فرع رشيد وعلى البحر الابيض المتوسط، إلا أنه كان بيعاني في السنوات السابقة من بعض المرافق والطرق، وكان الاستهداف لأنه كان مركز قديما للهجرة غير الشرعية. سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بشكرك على وجودك معنا مشاهدين على رأس الساعة، موجز لأهم وآخر الأنباء مع زميلتي دارين. دارين صباح الخير. صباح الخير يا خلود، وصباح الخير على كل مشاهدي الفترة الصباحية. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، كما تطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاة 7 حالات جديدة، إضافة إلى خروج 543 متعافيا من المستشفيات. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 288,732، من ضمنهم 239,886 حالة تم شفاؤها و16,743 حالة وفاة.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مواصلة التحلي باليقظة والحذر تحسبا لاحتمال عودة ارتفاع المؤشر الوبائي بتونس في ظل بروز سلالات متحورة جديدة لكورونا في العالم. وخلال اجتماعه مع الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة أكد قيس سعيد أن تأثير الجائحة السياسية على تونس لا يقل خطرا عن كورونا. حذر أطباء أستراليون من أن مستشفيات البلاد ليست جاهزة للتعامل مع خطط الحكومة الرامية لإنهاء الإغلاق حتى مع ارتفاع معدلات التطعيم. وقالت الجمعية الطبية الأسترالية إن النظام الصحي يواجه خطر الحصار داخل حلقة أزمة دائمة، ودعت إلى وضع نماذج جديدة للتحقق مما إذا كانت مستويات العمالة في المستشفيات يمكن أن تصمد أمام الزيادة المتوقعة في الحالات عندما يتم تخفيف إجراءات الإغلاق. وصفت الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الإنساني في إثيوبيا بأنه كارثي ويزداد سوءا، داعية إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين دون عوائق، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية تؤثر على 5.2 مليون إثيوبي. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، حتى ألتقيكم على رأس الساعة من جديد في موجز إخباري جديد. والآن عودة إلى استوديو هذا الصباح مع الزميلة خلود زهران. شكرا لك دارين. سمك لبن تمر هندي بنقوله علشان يعني دلالة على أنه ما ينفعش يكتموا مع بعض. دايما بيقال ان احنا لما ناكل سمك ما ينفعش ان احنا نشرب لبن. طيب هل هذه المعلومات صحيحه اللي احنا بنتداولها كده وخلاص ولا لا؟ هل فعلا في بعض المواد الغذائيه، بعض الاكلات ما ينفعش تاكلها مع بعض علشان لو اكلناها مع بعض ممكن تعمل حساسيه، ممكن تسبب بعض الامراض، ممكن نفقد مثلا قيمتها الغذائيه؟ كل هذه التفاصيل ومعلومات اكتر هنعرفها طبعا مع دكتوره نهله عبد الوهاب استشاري التغذية والمناعة جامعة القاهرة. دكتور نهلة برحب بك. أهلا بك يا حبيبتي، ميرسي قوي. طيب نبدأ بأول مثل، هل فعلا اللبن ما ينفعش يجتمع مع السمك رغم أن اللبن ليه فوائد غذائية والسمك ليه فوائد غذائية، ما ينفعش ما يجتمعوا مع بعض؟ هو بصي أنا هقول لحضرتك حاجة، الفكرة في أن نقدر نقول الموضوع ده مش هنقدر نعممه على شخصية معينة من البشر، بدليل أن في تضارب في الأبحاث اللي بتطلع دلوقتي. يعني في ناس تطلع حاجة جميلة جدا جدا وفي ناس تقولك لا، يعني احنا مثلا فطر اتعودنا أن اللبن ده كالسيوم كويس جدا وممتاز جدا جدا، طلعت أبحاث أخيرة قالتلك لا، ده الناس اللي عندها مشكلة مع الكاو ميلك أو اللبن البقري ممكن تعمل لهم مشاكل جامدة جدا، ممكن تتعبهم في الهضم وتعمل لهم غازات والكلام ده كله. هو الفكره في ان تضارب الاكلين مع بعض ايا كانوا بيختلف من شخص للتاني، دي اول حاجه، بيختلف من اكل للتانيه. لكن السمك مع اللبن بالذات، السمك بياخد وقت اقل شويه في الهضم من اللبن، وفي نفس الوقت انت اللبن في حد ذاته بيعمل حمضيه شويه في الدم، فده في حد ذاته ممكن يعني يعمل عرقلة في الدم. إيه انت عشان بتعادلي اللبن، بتعادلي مركبات يعني المركب بتاع الدم ما بينزل، يعني انت اللي في بعض الاكلات لما بتاكليها زي ما قلنا مثلا الصبح مثلا نشرب ميه بليمون، ده بالرغم ان الليمون حمضي ولكن انت لما بتشربي ميه بليمون بينزل يعمل قلويه. انت لما بتشربي بتاخدي اكل معين الجسم بيطلع يهضمه بطريقه معينه، بيبتدي يعادل المركبات بتاعته، فالمركبات دي بتحط الجسم في حاله معينه، يعني بتعلي شويه
الحمض، يعني حمضية الدم، ولكن طبعا الجسم بيبتدي لا عايزين يطلع عليه اللي يعادل الحمضية بتاعته دي اول باول، واخد بال حضرتك؟ هي الفكره في ان عمليه الهضم معقده جدا بالنسبه للجسم. يعني غلط، انا عايزه اعرف او لا. لا غلط؟ ما يتاكلش، ما يتاكلش. اه يعني ما ينفعش سمك معلقه؟ لا ما ينفعش، حتى نوزيتنج، يعني انت حتى يعمل لك نوزيه، يعني تحس ان انت عايزه تترجعي. على اللونج ران لو انت ما بتتاكليش حاجات تقيله كتير هتلاقي نفسك انت حتى ناس مش حاسه ان انت قادره تهضمي الاثنين مع بعض، يعني حضرتك فاهم قصدي؟ هو السمك ليه بطريقه معينه، متبلات بطريقه معينه، اللبن نفسه ممكن ما ينفعش يتاخد معاه. ما ينفعش ياخد، طب ما ينفعش طبعا يتاخد معاه في نفس الوقت، ولكن بعدها بقد ايه؟ والله انا ما افضلش ان احنا ناخد سمك في نفس اليوم. اه بالظبط، ما افضلهاش، يعني ممكن يبعد مثلا لو خدناه في الغداء ممكن ناخد في العشاء، يعني فتره طويله جدا. ده على اساس ان انت لو انت ماشيه نظام ناس عاديه، يعني حضرتك فاهم قصدي؟ وانا بفضل مش اللبن في حد ذاته في صوره لبن، نظرا للاقاويل، يعني هو في يعني زمان قوي قوي الناس اتربت ان كوبايه اللبن دي احسن حاجه ودي حاجه كويسه، بدات تطلع الابحاث دلوقتي انه بيعمل عسر هضم، ان هو على اللونج ران الانزيمز اللي هي المفروض بتهضم اللبن دي بدات تقل معانا مع العمر، فممكن تعمل لك انتفاخات، ممكن تعمل لك عسر هضم، فممكن ناخد منتجات الالبان يكون افضل. طب ايه الحاجات الثانيه او الاكلات الثانيه اللي ما ينفعش يجتمعوا مع بعض؟ في برضو منتشر جدا ان انت تحطي الجوافه مع اللبن او الموز مع اللبن، بالظبط بيعرقل الاهتمامات، بيعرقل الامتصاص بتاعك. لا يا دكتور لا، دي معلومه جديده، يعني جديده بالنسبه لي، انا بموت في الموز باللبن. ما هو ممكن تشربيه، بس هقول لحضرتك حاجه، اي حاجه مهما كانت نفع ما ينفعش نمشي عليه على طول. لا ثواني بس، ولو حاجه ضاره ممكن تاخدها. الموز باللبن، الجوافه باللبن ما تنصحيش، ما بتعرفيش تستفيدي بالفوائد. هتشربيه مش هتستفيدي بالفوائد بتاعته، هتشربيه يعني هو مش هيضرك، يعني مش بس مش هينفعك. بالظبط، مش هتستفيدي بالعناصر الغذائيه، هيرصب يعني على حاجتين مع بعض، يعني ده ليها يعني اللبن فيه كالسيوم، والفواكه فيها سواء الجوافه سواء الموز، يعني الكيمياء دي ما تخليكيش تستفيدي من ده وتستفيدي من ده. حضرتك فاهمه قصدي؟ يعني التركيبتين مع بعض ما يخليش الجسم يستفيد من فوائد الموز على بعضه واللبن على بعضه، لا بيعرقل الاهتمام، ده غير انه ممكن يعمل انتفاخات ليكي. مش قادره انا. هو الفكره يعني ان انت فكره الموضوع اصلا احنا عم نعمل عادات غذائيه غلط جدا 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 بصراحه. طيب الخيار مع الطماطم في السلطه. لا ثواني دي بقى يعني ممكن تضايق الناس جدا. فعلا؟ ايوه، ما ينفعش الخيار والطماطم يجتمعوا في السلطه؟ مش ما ينفعش، هي الفكره هو يعني احنا ما كنا بناكلها وما فيش مشكله، بس هيعمل عسر هضم. انت المشكله ان الناس كانت زمان بيحصل لها عسر هضم ومش عارفه ليه، فبداوا دلوقتي لا ياخدوا ابحاث 1 2 3 4، لا احنا قعدنا على الناس دي بياكلوا كذا وبيعملوا كذا، طب نعمل مجموعه على الناس. اي اكلين مع بعض مده هضمهم بتختلف ممكن يعمل لك عسر. طب برضو انا عايزه افهم موضوع خيار الطماطم ليه ما بيجتمعوش مع بعض، يعني هل برضو مش بستفيد فتره هضمهم مختلفه، فبيحصل لك انتفاخات، يعني لما حاجه تتهضم وحاجه الثانيه لسه ما اتهضمتش بتختمر في الجسم، والاختمارات دي بتعمل غازات في البطن او انتفاخات في البطن. بس الخيار ما بيعملش، ما هو بقول لحضرتك هي يعني واحده فيهم، يعني الاثنين في تضارب ما بين. بالظبط كده، لكن بناكلها، بس انت لو حسيتي ان انت تعبانه منها بلاش. انا برجع اقول لحضرتك الموضوع ده قاعده عريضه مختلفه، دي كلها مجرد ابحاث بتعمل على كميه إيه معينه من الناس. ايه كمان الشرط الابحاث للناس الجديده بتقول ايه كمان؟ طبعا احنا قلنا دلوقتي قلنا على الالبان ديت، قلنا كمان ان انا الفاكهه المفروض يفضل، سبحان الله دي بمشي ابحاث، عايز اقول لك القران ان الفاكهه قبل الاكل مش بعد الاكل. طب دي نقطه يا جماعه مهمه جدا نركز فيها. خلاص احنا كده اتكلمنا عن لا يفضل اجتماع الطماطم مع الخيار في السلطه، والموز باللبن، الجوافه باللبن، الجسم مش بيستفيد منه، وفي نفس الوقت بلاش سمك ولبن في نفس اليوم يفضل، يعني زي ما دكتور نهله بتقول. نقطه كمان مهمه جدا، الفاكهه قبل الاكل مش بعد الاكل. ليه يا دكتور؟ على اساس ان الفاكهه لو انا اكلتها يعني بعد الاكل على طول ممكن يعني فتره هضم الاكل اطول من فتره هضم الفاكهه. يعني الفاكهه بتاخد وقت صغير قوي في الهضم،
فبرضه هيحصل اختمار في الجسم، تعمل تخمرات، والتخمرات دي بتعمل غازات. فانا افضل اكلها يا دكتور يعني الفاكهه بساعه بساعتين مفيش مشكله. يعني لو انت حابه وانواع معينه من الفاكهه لناس وانواع معينه من الفاكهه لناس ثانيه، يعني احنا بنقول مثلا الناس اللي عندها سكر مفيش داعي للتين، مفيش داعي للتمر بكميه كبيره او البلح بكميه كبيره، الناس اللي عاملين على رجيم غذائي والحاجات دي تبقى طبعا مش موجوده طبعا معاهم. في عندنا كمان الناس اللي الصبح بتبتدي تاكل سندوتش جبنه مع القهوه، دي برضو امتصاص الكالسيوم بتاع الجبنه هيبقى مش هينفع خالص معاها، ومش هتستفيدي بالوجبات. ولو خدتيها كمان مع عيش رده هيمنع امتصاص الكالسيوم، يعني لو بتاخديها مع توست رده او اللي هو الناس اللي عامله دايت اللي هو السن والحاجات دي هيمنع امتصاص. طيب الناس بقى محبي الكافيين كده يعني يجتمعوا معايا شويه كده، خليها ينسون. بس انا عايزه اتكلم الاول بقى عن الشاي والقهوه، بقى الناس دول بقى يجتمعوا معايا شويه. محبي الشاي باللبن والبقسماط، شاي باللبن هو بصي الدنيا مرضول بدا زبد الشاي باللبن بيتخن، لا سيبهم ان هو بيدخن، هم مش هيهمهم ان هو بيدخن ولا لا. البقسماط انت يعني عامله رجيم ولا مش عامله رجيم؟ الشاي باللبن، لا الشاي باللبن تركيبه برضو من زمان قوي قالوا عليها انها تركيبه برضو لا بتستفيدي بالشاي كتانيك اسيد ولا بتستفيدي بالكالسيوم بتاع اللبن، بس هتشربيه كمشروب كده موافقه كده مفيش مشكله، انما مش بتستفيدي. يعني انا ما تيجي تسالي حد انت بتشرب شاي بلبن تشرب شاي، يقول لك انا بحط عليه لبن، انت لا استفدتي التانيك اسيد او المضادات الاكسده اللي موجوده في الشاي والتانيك اسيد اللي موجود اللي بيرصب السموم اللي موجوده في الجسم مع يعني لما بيجتمع مع الكالسيوم، لا ده بيشتغل ولا ده بيشتغل كويس زي ما كان. طيب الناس اللي بتشرب قهوه على الريق هل ده بيسبب قرحه ولا لا؟ على حسب، هي عنده مشاكل مع المعده لا خلاص وتو لو لا مش كنت بس هقول لحضرتك حاجه، هي فنجان واحد مع كل أول الدراسات اول ما يصحى على الريق ما فيش مشكله خالص، بس هي ممكن ما يكونش سخن قوي معاه، انما ما عندهاش مشكله انه يعمل قرحه. بس لو هو ما هقول لحضرتك حاجه، لو هو عنده قرحه اوريدي لا طبعا ما ينفعش، بيبقى ليه اكله المخصوص بيه. يعني احنا دايما الكرونيك ديزيز او الامراض المزمنه بيبقى ليها دكتور، يعني دايما اللي انا بقوله في كل البرامج ان الناس اللي عندها امراض مزمنه سواء اذا كانت قرحه سواء اذا كانت قولون سواء الكلام ده كله لازم يبقى مع دكتوره على طول، هتاكل كذا مش هاكل كذا هينفع كذا. فنجان قهوه بس ما يكونش سخنه بقى مع الليمون يعني بعض الناس بتعمل كده بيقول ان هو بيخسس، هل فعلا كده اول مسحه لا هو مش بيخسس، بس الميه السخنه مش هنقول سخنه عشان بس الناس ما تسمعش كلامنا تاخد ميه مغليه وتشربها، ده بقى اللي ممكن يعور المعده بتاعتها فعلا، لا احنا نقول ميه دافيه. وكمان الميه السخنه ممكن تكسر فيتامين سي، يعني الفيتامين سي ما بيشتغلش في درجه حراره عاليه، لو انا هعصر الليمون مش هستفيد برضو بالميه السخنه، تكون الميه دافيه. طب دي بقى شوية نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. دلوقتي أنا سخنت مثلا مية وحطيت فيها يعني نقول ليمون خلاص، لازم نستنى لحد ما المية تدفى ونحط الليمون، ما ينفعش نحطه وهو سخن. سخن هتكسر فيتامين سي، مش هتستفيدي بفيتامين سي. ما هي الفكرة في إن في حاجات بسيطة جدا جدا إحنا بنعملها بالنسبة حتى اليانسون والنعناع والقرفة وكل الكلام ده كل ده تاخديها دافية بس هو مش اليانسون مش هتشربيه طعم، انما مش هتستفيدي فيتامين سي اللي موجود في الليمون. لو حطيت اليانسون والميه دافيه مش لا حضرتك خليه انت اعملي مش هتنتشر يعني انا فاهمه قصدي حضرتك الباكت مش هيبقى او مش هي يعني مش هيبقى مغلي مش هتفرغ بس برافو علي انا فاهمه قصدي حضرتك، هتستني عليه يبرد وعصري عليه الليمون، يعني خدتي هاتيها يعني بعد ما يبتدي يبرد شويه تعصريها، يعني انت عملتي اليانسون خلاص هتحطي عليه بقى الليمون. ما مش قصدي انا دلوقتي خلاص الليمون تمام، انا بتكلم على اليانسون وعشان البرد جاي بقى والشتاء جاي فاشربيه عادي دافي مفيش مشكله. احط الباكت امتى؟ لا عادي والميه مغليه عادي مفيش مشكله. هو برضو عشان برضو اقول لحضرتك برضو عشان اكون الامانه العلميه، في ابحاث طلعت ان الباكتات دي مضره، هي طبعا منتشره على في كل الدنيا وكل الناس بتستخدمها ووسيله سهله وكل حاجه، اتقالت الماده اللي معمول منها الباكتات دي على اللونج ران ممكن لا قدر الله تعمل كانسر، برضه كانت في ابحاث قالت الكلام ده. احنا نقول احنا يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني هناخدها بس بصوره معقوله،
ممكن بتتعمل الحاجه اللي هو عارفه الناس اللي كانت زمان بتعملها اللي هو سموها الكشري والكلام ده، شاي الكشري والكلام اللي هي بتتحط المعلقه وتحط عليها المايه المغليه، وممكن تتحط في كوبايه ثانيه، او بتجاب اللي هي الصفايات ديت، في حاجه زي صفايات كده بتحط فيها الكونتينر بتاع حضرتك وتعمليها. هي شويه صعبه طبعا، موضوع الباكت ده اسهل واسهل على على اللونج ران يعني بس احنا ممكن نستخدم بالمعقول. طب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نجمعها مع بعض وهتبقى مفيده للجسم؟ بصي يعني احنا مثلا ممكن نحط وهتسهل عمليه الامتصاص مع التونه، السلطه مع الجبنه القريش ممتازه جدا جدا، يعني لو عايز اعمل جبنه قريش في سلطه ده ممتازه جدا، انت هتاخدي فيتامينات ومعادن واملاح معدنيه وحاجات كلها كويسه. اللي كمان عندنا ممكن ناخد اللي انا قلنا احنا ممكن نعمل، عايزين نعمل الميه الدافيه مع الليمون مفيش مشكله، ممكن نحط عليها معلقه عسل ما يجراش حاجه بس يكون عسل مضمون، دي ممتازه. انا في معظم الاوقات يفضل ان انت ما تاكليش حاجات على بعضيها، لو انت عايزه تعملي نظام رجيم صح، لو عايزه تعيشي حياتك صح ما يحصلش انتفاخات، لان انت حتى فيما يبدو انت ممكن تستصيغي طعمها ولكن هي على الجسم بيبقى صعب يهضمها. والله يا دكتور يعني الواحد اتفاجئ بمعلومات جديده. الواحد كان فاكر ان هو ايه بقى محافظ على نفسه، لكن لا احنا لازم نبقى متابعين التفاصيل ودراسات الجديده دي، لان كل يوم العلم بيتطور وكل يوم بنكتشف حاجات جديده، فمن الواضح ان احنا يعني بس انا هقول لحضرتك بقى الفكره ان العلم بيتحط يعني بيتعمل على مجموعه، يعني انا عشان اعمل بحث بختار مجموعه من الناس اعمل عليها بحث، ما بختارش كل الدنيا. ففي اختلافات فوق ما تتخيلي في البشر، فاحنا برضو ما نقدرش نعممها. انت جرب على نفسك، انا اكلت الحاجه الفلانيه مع ديت، لا انا حصل لي اتفاقات بعدها، لا ما اكلهاش. يعني انا عايز اقول لحضرتك يمكن هو والله بيجي لي كومنتس ان هم اتفاجئوا في موضوع الموز باللبن ده والجوافه باللبن، لانه يعني كانوا فاكرين تولفت المكرونه بالبشاميل نفسها برضو كلها بتعيق، يعني انت بتعملي مكرونه بشاميل المكرونه بشاميل على بعضها، كل التوليفه دي كلها على بعضها ما هياش صح 100%. لا يا دكتور حرام عليكي بجد والله العظيم كده كده. خيار البطيخ مع الجبنه لا 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 بيعمل احتباس لا 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 ارجوكوا لا يعني انا بقول لك ما بقول لحضرتك ايه الفكره ان احنا ممكن ناكلها مره مش كل يوم، مكرونه بشاميل وبطيخ مع ليه دي من الحاجات اللي بنموت فيها يعني. ما هو انا بقول لك هي الفكره انها اكلات احنا بنعملها والله الناس هتزعل مننا عظيم. لا احنا ممكن ناكلها يعني ما يبقاش هو مثلا طول يعني كل اكله باكل معاها جنبها مكرونه بشاميل، ممكن مره في الاسبوع مره كل المكرونه بشاميل. انا مش ايه مشكلتها برضه، انت عندك دهون وعندك نشويات بعيد غير النشويات ايه بقى تاني؟ خلاص ما هو توليفه الـ 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 النشويات مع مع الـ مع الـ مع البروتين والنشويات اللي هي مش معقده اللي هي النشويات البسيطه دي بترفع سكر الدم، تعمل خمول شديد جدا جدا. خمول صح. ما انا بقول لحضرتك يعني البروتين في حد ذاته كويس جدا، ما بيرفعش الانسولين في الدم حلو قوي قوي، لكن النشويات اللي هي ديت. طب هو السمك بيعمل خمول؟ السمك السمك اوميجا 3 يعني بيزود الحرق، وجبه سوبر فود يعني، في حاجات معينه سوبر فود، البيض السمك ده سوبر فود يعني، دي بحاول ابرر حتى للمكرونه بحاول ابرر مفيش مشكله، بس مش هتبقى كل يوم مفيش مشكله. يعني انا بقول لحضرتك كل الحاجات اللي احنا قلناها دي بس عشان الناس ما تزعلش مننا، عشان انا حريصه ان الناس ما تزعلش مننا ما ناكلهاش على طول. احنا يعني بنقول الكلام العلمي، بنقول الكلام اللي هو يعني ده قصدي تروث او يعني بالزبط. الحقيقه ومش معمم على فكره يعني. مش معمم يعني، انا ما اقدرش اعممه على كل البشر، لان كل واحد يعني انا هقول لحضرتك حاجه، مش بيبقى مثلا اتنين توام قاعدين كل واحده في بلد مثلا واحده تخنت جدا والتانيه لا، وبعدين ان احنا في دراسات بتقول ان التخن وراثي وجيناتكس صحيح، لا طب ما دي قاعده في بلد ودي قاعده في بلد تانيه، اذا في عوامل تانيه صحيح. احنا كده صدمنا المشاهدين بمعلومات كتيره قوي، فكفايه كده عليهم علشان ايه كفاية. نورتينا يا دكتور والله بجد، وبنستفيد كل يوم من حضرتك وبنعرف معلومات جديدة علمية. دكتور نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية والمناعة جامعة القاهرة، شكرا لحضرتك وأكيد مش آخر لقاء. هنروح لفاصل وهنكمل من بعد، وخليكم معنا. لا احد يستطيع ان يتخيل مثلا اذا كنا بنشتري الميه والهواء والشمس
اللي هي مصدر الحياه عموما يعني، فممكن تبقى تكلفتها كام؟ الطبيعه هي كل شيء محيط بالانسان، صون الطبيعه هو حمايه للانسان، ومصر من الدول الرائده في صون الطبيعه ومن الدول الموقعه للاتفاقيات المعنيه بصون الطبيعه. عدد المشاركين من الدول يا دكتور، وكمان اهم المبادرات او الاقتراحات اللي هتناقش الحفاظ على البيئه ومواردها. يعني عدد المشاركين كافراد حوالي 300 فرد، بالاضافه طبعا الى المشاركين عبر الانترنت وبرامج زوم وويبكس وما شابه. بالاضافه اللي اهم من كده هو التمثيل الدولي، المنظمات الدوليه المعنيه بصون الطبيعه حول العالم. كان عندنا الاتحاد الدولي للعلوم البيولوجيه، الاتحاد الدولي لصون الطبيعه، المركز الدولي للزراعه في الاماكن الصحراويه في العالم ايكاردا، كان عندنا المركز الدولي للمياه، كان عندنا منظمه التنوع البيولوجي. دي اكثر خمس ست سبع مؤسسات حول العالم هي المعنيه بصون الطبيعه. لما بنتكلم عن صون الطبيعه على طول بتيجي شرم الشيخ. لماذا شرم الشيخ؟ شرم الشيخ ومحافظه جنوب سيناء بالتحديد هي من اكبر الاماكن حول العالم اللي فيها محميات طبيعيه، خمس محميات طبيعيه. الدوله بتستثمر بقوه في صون الطبيعه وحمايتها والحفاظ على التنوع البيولوجي، ووزاره الدوله لشؤون البيئه عامله مجهود كبير جدا، وكمان الملايين من الطيور المهاجره كل سنه بتتوجه الى محافظه جنوب سيناء، وده معروف كل العالم، ومعروف كمان ان مصر خدت اجراءات اقوى من كده، لدرجه ان في كلام ان هيتم ايقاف يعني مولدات الطاقه الكهربائيه بواسطه الرياح اللي هي بتعوق حركه الطيور المهاجره. شكرا لحضرتك يا دكتور، دكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، شكرا لحضرتك. أحداث رياضية كبيرة أبرزها كان فوز مصر على أنغولا في تصفيات المؤهلة لكأس العالم. كمان هنتكلم مع حضراتكم عن إبهار مصر للعالم كله بحفل افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021، ومشاركة طبعا البعثة المصرية في الدورة البارالمبية المقامة بطوكيو تستمر حتى 5 سبتمبر. طيب احنا معانا للمزيد من التفاصيل عبر سكايب معانا الاستاذ محمد البرمي الناقد الرياضي. صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير على الساده المشاهدين جميعا. طيب انا هبدا مع حضرتك في البدايه، فوز مصر على انغولا وحصد اولى النقاط في تصفيات المؤهله لكاس العالم، يعني شفت امبارح المباراه ازاي وفوز مصر طبعا؟ هو الحقيقه هو فوز مهم لمنتخب مصر ان احنا نبدا التصفيات ب بثلاث نقاط قبل مباراة الجابون، فده يعني مكسب كبير او بداية بتكون جيدة جدا في التصفيات. لكن على مستوى الاداء، الاداء ما كانش جيد جدا ومش مطمئن كمان بالنسبة لجماهير الكرة المصرية، كان في انتقادات كتير للاداء والمستوى. بس انا عايزة اقول حاجة، يعني يمكن فعلا كان في انتقادات والاداء زي ما امبارح نقاد كانوا بيقولوا كتير يعني ان الاداء ما كانش قوي، ولكن عادة لما اللعيبة بيبقى فيه إجهاد بدني ساعتها يعني التركيز مش بيبقى على الأداء أكتر من النتيجة نفسها، لأنه أكيد عندنا الفريق الأهلي أو لعيبة الأهلي دخلوا في مباراة، يعني دخلوا في أكتر من مباراة وأكتر من بطولة، فكان في إجهاد بدني، حتى كمان لعيبة الزمالك، فبالتالي مش بنركز على الأداء على قد ما بنبص على النتيجة بصراحة. يعني هي النتيجة مهمة، أنا أكيد النتيجة مهمة وأكيد التركيز على النتيجة بيكون مهم، لكن إحنا بيبقى في قلق شوية من المباراة القادمة. أتمنى إن هما إن يكون في تدارك لده أو الأخطاء اللي كانت موجودة في مباراة الجابون. إحنا اللي يهمنا مصلحة منتخب مصر في الأول وفي الأخير. أكيد في إجهاد كمان وقع، يعني لعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك عانوا من موسم ضاغط جدا خلال الفتره الاخيره، لكن ان احنا نبدا بفوز مهم بثلاث نقاط مهمه، ده كله ده في النهايه لو بنجمع اهم مميزات اليوم كان هي الثلاث نقاط. عندنا مباراه مهمه امام الجابون،
اعتقد يعني فوزنا او تحقيقنا النتيجه ايجابيه كمان فيها، بيقطع بنقطع بيه خطوه كبيره دي هتبقى يوم السبت ان شاء الله. يعني برضو في تخوف جدا لانه هيبقى بقى اللعيبه راجعه ويبقى برضو في اجهاد بدني، فتوقعاتك ايه؟ في اجهاد بدني لكن دخول يعني هو بنسبه كبيره في كلام ان محمد صلاح ومحمد مني ومصطفى محمد هيكونوا كمان متواجدين مع المنتخب. ده هيأثر في التشكيله ازاي او في اداء المنتخب بشكل عام، خصوصا انه وجود صلاح في المنتخب المنافس هيعمل لصلاح اعتبار كبير يعني. طبعا وجود محمد صلاح مع منتخب مصر بيفرق كتير جدا على المستوى الهجومي، انه كمان بيديك حلول كتير جدا، بيديك اختيارات كتير جدا في كل الخط الامامي، غير ان كمان الخصم بيعمل حساب كبير جدا لمحمد صلاح، فده كله بيعمل تاثير ايجابي لمنتخب مصر وسلبي على منتخب المنافس. فوجود محمد صلاح في مباراه زي دي اضافه كبيره جدا لينا، اذا تمكنا كمان من تحقيق الفوز، احنا بنتكلم في 6 نقاط في اول مباراتين، فده بنسبه كبيره جدا بيقربنا من الصعود. توقعاتنا ايه؟ توقعاتنا ايه؟ اعتقد 1-0 لمنتخب مصر ان شاء الله، اتوقع ان احنا نفوز 1-0. طيب ندخل بقى على افتتاح بطوله العالم للدراجات المضمار للناشئين 2021 امبارح. يمكن شفنا استضافة مصر لهذه البطولة لأول مرة، تنظيم كان أكثر من رائع، وفي شكل يعني التنظيم كله حصل في وقت قياسي جدا، ده يعني شفته ازاي؟ هذا الحفل أهميته ايه وشفته ازاي؟ هو الحقيقة يعني مصر بتقدم صورة مشرفة وصورة جيدة جدا جدا جدا، خاصة في عام 2021. يعني احنا بدأنا بتنظيم كأس العالم لكرة اليد، بعدها انتقلنا لتنظيم كأس العالم للرماية، وكلاهما كان منافسات قوية جدا، كنا بنتكلم في بعثات تقترب من 400 و500 شخص، انك تأمنهم وتخرج بالشكل ده في ظل جائحة كورونا، فده كان نجاح كبير جدا لمصر. بيمتد هذا النجاح لتنظيم كأس العالم للدرجات وإشادة رئيس الاتحاد الدولي بتنظيم مصر، سواء على مستوى الاجراءات الاحترازيه او سواء على المستوى التنظيمي وتوفير كافه الامكانيات. اعتقد ان كل دي تحديات واجهتها مصر خلال عام 21 على المستوى الرياضي، وقدرت بشكل كبير جدا انها تنجح فيها وتقدم صوره مشرفه وصوره جيده جدا جدا جدا، وتنظيم اكثر ممتاز. صدى ايه يعني حضرتك اكيد بتتابع الاهتمام الدولي الرياضي ورد فعله على هذا الحدث، كان ايه رد الفعل؟ رد الفعل جيد جدا، يعني كان في اشادات كتير جدا من كل المشاركين، كان في رئيس الاتحاد الدولي للدراجات امبارح خرج واشاد بالتنظيم ومستوى التنظيم، وقدم الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم الشكر للدوله المصريه على هذا التنظيم والاجراءات الاحترازيه المعموله وتوفير كافه المتطلبات لانجاح البطوله دي. وزي ما بقول لحضرتك ان احنا دي كلها تحديات احنا خضناها في يعني اماكن او بلاد كتير جدا اعتذرت عن استضافه بطولات مهمه، واعتذرت عن انها تنظم بطوله وما قدرتش انها تعملها، اما بقى بسبب ازمه كورونا بسبب ازمات اخرى، لكن احنا بنتكلم في ثلاث بطولات عالم، او يعني كاس عالم يد، بطوله العالم للرمايه اليد والخماسي كمان والسلاح كمان. والسلاح بطوله العالم للرمايه لا اثر فيها، فطبعا ده كله نجاح كبير جدا. انا يعني بنشكر الدوله المصريه، بنشكر الرئيس، وبنشكر الساده البنيه التحتيه كمان، يعني شهدت تطور كبير جدا خلال الفتره الاخيره، الاستاد امبارح وبشكل عام على مستوى الانديه في كل المحافظات، تطوير البنيه التحتيه كمان ساعدنا ان احنا ننظم بطولات بهذا المستوى. بالتاكيد في طفره في خلال ال5 سنوات الاخيره او 6 سنوات الاخيره، في طفره كبيره جدا في مستوى الانشاءات الرياضيه في مصر بالكامل. في عدد كبير جدا من الاستادات، المدينه الاولمبيه، في حاجات كتير جدا، في منشات كتير جدا، يمكن بعد فتره ما انها هي بتاهلنا ان احنا او بتشجع ليه خلال 2030 مصر ما تتقدمش التنظيم كاس العالم، في كلام عن ان يكون في ملف تشاركي مثلا بين السعوديه ومصر يعني، لكن انا شايف عندنا ما يؤهلنا، وخلال السنوات القادمه استضافه مثلا الاولمبياد،
يعني اتمنى ان ياتي يوم من الايام ان احنا نستثمر ده في تنظيم حدث عالمي مش بس مبروك لينا ومبروك لمصر تنظيم هذه البطوله، وان شاء الله المزيد والمزيد من تالق مصر في افتتاحها وتنظيمها لبطولات كبيره زي دي. الاستاذ محمد البرمي الناقد الرياضي، شكرا لحضرتك. زي النهارده سنه 1945 كانت النهايه الرسميه للحرب العالميه الثانيه اللي بتصنف ان هي بتعتبر اكثر الحروب دمويه، قضت على حوالي 60 مليون انسان، انتهت باعلان اليابان استسلامها. تفاصيل اكثر في هذا التقرير نتابع. من ضمن أيام أيقونية معدودة في التاريخ الإنساني الحديث، يقع الثاني من سبتمبر ذكرى نهاية حرب ضارية أودت بحياة ما يقارب من 60 مليون إنسان وغيرت وجه العالم. إنها الحرب العالمية الثانية. بدأت الحرب بغزو ألمانيا النازية لبولندا في الأول من سبتمبر من عام 1939، ويرجعها البعض إلى إعلان اليابان الحرب على الصين في 1937. وعلى كل الأحوال، أعلنت دول الحلفاء المتمثلة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين الحرب تبعاً، حتى عام 1941 على ألمانيا النازية ودول المحور التي تحالفت معها وأبرزهم إيطاليا واليابان. وقعت واحدة من أبرز الأحداث المفصلية في الحرب في يونيو من عام 1941، حيث قام تحالف دول المحور بغزو الاتحاد السوفيتي فيما يعرف بعملية بربروسا، ما أدى إلى إشعال الجبهة الشرقية وهي أكبر مسرح للحرب في التاريخ، مما جعل كبرى دول المحور في حرب استنزاف. وقامت اليابان في ديسمبر من العام ذاته بالهجوم على ميناء بيرل هاربر، كما هاجمت منطقة ملايا البريطانية في المحيط الهادي وسيطرت سريعا على جزء كبير من غرب المحيط الهادي. توقف تقدم دول المحور عام 1942 عندما خسرت اليابان في معركة ميدواي بالقرب من ولاية هاواي الأمريكية، كما خسرت ألمانيا في معركة العالمين الثانية شمال إفريقيا بعد أن هزمها الاتحاد السوفيتي بشكل حاسم في معركة ستالينغراد. وفي عام 1943 تلقت ألمانيا سلسلة هزائم على الجبهة الشرقية، كما قام الحلفاء بغزو صقلية وإيطاليا الذي أدى إلى استسلام إيطاليا، إضافة إلى انتصارات الحلفاء في المحيط الهادي. ففقدت دول المحور زمام المبادرة وبدأت تراجعا استراتيجيا على كافة الجبهات. وفي عام 1944 قام الحلفاء بتحرير فرنسا فيما يعرف بالإنزال النورماندي، في حين استعاد الاتحاد السوفيتي جميع المناطق التي خسرها وقام بغزو ألمانيا وحلفائها. وفي عامي 1944 و1945 تراجعت اليابان في جنوب وسط الصين وفي حملة بورما، في حين قام الحلفاء بشل حركة البحرية الإمبراطورية اليابانية وسيطرت على الجزر الرئيسية في المحيط الهادي. وانتهت الحرب في أوروبا بغزو الحلفاء لألمانيا وسيطرة الاتحاد السوفيتي على برلين والاستسلام غير المشروط من قبل ألمانيا في 8 مايو من عام 1945. وعقد بعدها مؤتمر بوتسدام قرب برلين، والذي صدر خلاله إعلان بوتسدام في 26 يونيو من عام 1945. وقامت الولايات المتحدة في 6 أغسطس و9 أغسطس من نفس العام بإلقاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناجازاكي، تبعتهما هدنة من اليابان، حتى أعلنت الإمبراطورية العتيقة استسلامها رسميا في عام ذاته 2 سبتمبر من عام 1945 بعد 6 سنوات ويوم من سفك الدماء، لتصبح الحرب العالمية الثانية عن جدارة الحرب الأكثر دموية في التاريخ. طيب الفقرة دي مهمة جدا لأنه متعلقة بأولادنا، متعلقة بالجيل الجديد اللي لازم يتربى في ظل وجود أولا المحيط بيه، لازم يعني يكبر في صحة نفسية سليمة وجسدية كمان. يعني إحنا زي ما بنهتم بالصحة الجسدية لازم الصحة النفسية بتاعته تكون سليمة. تربية الأبناء في ظل الظروف المحيطة من مواقع بقى إنترنت وانشغال الأهل والأم والأب، كل واحد بيشتغل طبيعي جدا، بقى شيء صعب جدا ان احنا نديهم الرعاية الكافية، نديهم الاهتمام الكافي. ولكن احنا في هذه الفقرة هنعرف بعض الاساسيات المهمة ازاي نهتم باطفالنا صحيا، نربي جيل ونشأ سوي سلوكيا ونفسيا.
دكتور رحاب العوضي استاذ علم النفس السلوكي، صباح الخير. صباح الخيرات والسعاده. طيب احنا اتربينا ثقافتنا والاولاد اتربوا على انه البنت اكثر من البنت ضلع، يطلع لها 24 يطلع لها 24 وان الراجل من هو صغير الولد ما تعيطش، انت راجل انت بتعيط، انت عندك مشاعر ازاي؟ امشي عدل يحتر عدوك. لا ما هو العدو بيألف قصص ومفيش يعني، العدو مش يعني منتظر انه يمشي عدل ولا صح. انه التقليد يعني موروث، كلام الناس مهم مهم وذو حيثيه في حياتك، فده عمل عقد نفسيه لناس كتير قوي الصراحه. فده خطورته ايه يا دكتور؟ اولا خطوره ان انا اربي اولاد الجيل ده بالمفاهيم الجيل السابق او اللي قبليه، ده طبعا بيكون يعني مش هقول كلمة خطر، ولكن في نفس الوقت لا ينتج عنه إنسان سوي. إن أنا أربي الأولاد بممارسات اجتماعية وأمثال شعبية طبعا ده خطأ. مفترض أنا بربي الأولاد بأسس علمية، مش لازم علمية اللي هي أنا درست علم نفس وتخصصت، بقدر ما هي إن أنا فهمت يعني إيه كلمة مراهقة، يعني إيه مرحلة مراهقة، وبالتالي لها تحديات لازم الوالد أو الوالدة يتفهموها، مرحلة الطفولة المبكرة، أساسيات السلوك، لأن للأسف الإنسان إذا تم زرع سلوك معين بشخصيته صعب قوي إن أنا أغيره. بيتغير بس بصعوبة مش بسهولة، مش الحياة وردية وغير نفسك وخد كورسين تنمية بشرية تتغير، لا نووي، الكلام ده كلام خاطئ، لأن الطبع بيغلب التطبع والعادة غلبت العبادة في السلوك الإنساني تحديدا. نبدأ واحدة واحدة. طيب اكسر البنت ضلع بيطلع لها 44، ما بيطلع لهاش 44. ايه اللي بيحصل فيها بقى؟ البنت لما بتتضرب خاصة في مرحلة المراهقة بيحصل لها نوع من أنواع الخزلان، نوع من أنواع الخوف من المجتمع، نوع من أنواع التمرد. ممكن في بنت تستكين جدا وتخاف من أهلها، بينتج عنها حالة من حالات السرقة، عندنا في بعض الحالات السرقة المرضية، تبول اللا إرادي، الكذب عند البنات، أو أن هي بيحصل لها نوع من أنواع التمرد الزايد جدا وفي ظل بقى غياب الرقيب، بمعنى لو هو كسر للبنت ضلع في الطفولة وفي المراهقة وفي الجامعة مش هيقدر يراقبها، وبالتالي فقدنا عنصر مهم جدا في التربية وهو الثقة المتبادلة بين الأهل وبين الابن، وبالتالي هنا الابن بيبقى في جزيرة منعزلة بعيدة جدا عن أهله. المهم أن أنتم ما تعرفوش أنا بعمل إيه، المهم أن أنا بستمتع بحياتي بعيد عنكم. الراجل أو الولد من هو صغير ما تعيطش، أنت راجل أنت كبير، ما فيش يعني أنت إيه مانع أن يعني الراجل يعيط؟ عايز تضحك الناس عليك ولا إيه؟ الراجل ما بيعيطش. لا هي الفكرة أن أنا برضو عندي موروث اجتماعي، أنا بربي البنت كبنت والولد كولد في حاجات معينة، لازم أربي البنت أن هي أنثى وربي الولد أن هو راجل او ذكر في الحاجات اللي هي تخصهم الاثنين اللي هي الفيصل بينهم، ولكن مشاعر انسانيه هي زي عند الرجل زي عند المراه، التحمل للمواقف والصعوبات زي عند الرجل زي عند المراه، وبالتالي ان انا لما بقول لابني عبر عن مشاعرك وعيط وازعل ولكن حل المشكله، يعني لو هو جاي زعلان مع زميله في الفصل اوكي هو بيعيط، انا لا اقلل من قيمه زعله من صديقه، لا اقلل من قيمه الحزن اللي ممكن هو بالنسبه له دي مشكله كبيره جدا، هنا ما اقولوش انت ما بتعيطش، لا اقول لا اوكي عيط، بس في نقطه مهمه جدا بعد العياط وهي انك تحل المشكله ولا تترك الامور انك تستسلم، لانه ايضا اذا تركت المشاعر سواء بقى اللي هو كبت للمشاعر لو ما تعيطش انت ما ينفعش تعيط، او تركت له ان هو يبكي ويتخاذل، هنا ينتج عندي اما انسان متخاذل وسلبي ما يقدرش يواجه، او لما بقول له ما تعيطش وانت يا راجل هنا برضو بعمل فيه جزء من العنف، بربي فيه العنف والعدوان تجاه النفس وتجاه الاخرين، وعدم ما فيش هنا نقاط الضعف المتقبله، احنا عندنا نقاط ضعف انسانيه متقبله لازم طيب الانسان يتقبلها في نفسه وفي الاخرين. صحيح. دكتور رحاب دلوقتي طبعا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار التكنولوجيا، الام والاب بيشتغلوا غصبا عنهم بيرجعوا تعبانين، مش هنضحك على بعض، بس ده مش مبرر، مفيش تربيه مش مبرر الام والاب بيشتغل، يعني مش هيقدروا ان هم يدوا كل حاجه لابنهم، ولكن خلينا نتكلم عن الحد الادنى للتربيه السليمه، يعني اقل حاجه انا ممكن اعملها علشان اطلع ابن بنت سويه نفسيا،
في الويك اندز في الاجازات. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان انا اقول ان المجتمع طبقات، واحنا عندنا المجتمع طبقات وشرائح مختلفه، في طبقات اللي هي عندها الويك اند ومهتمه بيه، وفي طبقات بيشتغلوا في الويك اند، وفي طبقات شايفه ان التربيه اهم حاجه، ان انا اشترك له في نادي غالي او ان انا اعمل له حاجه زي كده. طبعا ده خطا. الفكره في فرق بين الرعايه وفي فرق بين التربيه. حضرتك لو عندك زرع في البيت، ورد او ريحان او زرع، رعايه للزرع ده انك لازم تهتمي وتدي له ميه، ولازم تعملي له السماد او وتهتمي تشيل الاوراق، دي اسمها رعايه. لو عندك حيوان في البيت، قطه او كلب، لازم بتاكليه، لازم بتوديه للدكتور، لازم كل ده. ان انا بخلي الاهل خلطت بين مفهوم الرعايه ومفهوم التربيه. الرعايه هي ان انا باكله كويس، بشربه كويس، بوديه نادي كويس، بوديه مدرسه كويسه، اذا انا كده ربيتك. لا، وبيسقطوا اهميه التواصل الانساني بين الوالدين، بيسقطوا اهميه ان انا بعلمه الكذب ده خطيئه، الخيانه خطيئه، بعلمه ازاي يحب نفسه ويحب اخواته ويهتم ويكون عنده حب انساني للاخرين. كل ده انا اسقطوه بعض الاهالي. طيب حضرتك بتقولي الام والاب بينشغلوا، لا ده مش مبرر اطلاقا، لان الولد لما يكبر هو مش هيفضل طفل عنده 6 سنوات و8 سنوات، هو هيكبر وهيبقى شاب، مش هيلاقي عنده محصول او حصيله ذكريات حلوه. والخناقات اللي بتحصل ما بين الزوجين امام الطفل ده اثره ايه على نفسه؟ بصي، هو احنا بنقول ان برضو انتشار فكره الشجار بين الابناء، هي الفكره في اما بيتعود الطفل، يعني الطفل مش حساس قوي وهينكسر من اول حاجه، لكن هو الفكره ان هو اما يتعود على الاهل اللي على طول في شجار وفي خناق، وبيكبر وبيبقى في المراهقه وفي فتره الجامعه بيتعود عليهم وبيلجا لجماعه اخرى اللي هم اصدقائه او صحابه، بيهتم بيهم وبيهتموا بيه. لان طبعا الام والاب اللي بيفضلوا يختلفوا على الصغيره والكبيره مع بعض، ما عندهمش وقت لاولادهم. يعني برضو احنا بنشوف اللقطه الاخيره، لا انت لما بيبقى في مشاكل على كل حاجه في البيت، مش طبيعي ان الانسان تختلف، الناس تختلف ببعضها مره ولا مرتين في الشهر، لكن كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل امام الطفل، زعيق، اهانات متبادله. طبعا الطفل هنا بيبدا اما يتعود ويشوف ان ده الطبيعي، انه يهين الاخرين، انه يقلل من شان الاخر، انه ما عادي لما اضرب حد، عادي، قلبه بيبقى جامد شويه، للاسف، وبيتعامل مع المجتمع ان ده الطبيعي وان ده شيء متقبل. وهيربي اولاده بنفس الطريقه اللي اتربى بيها. هيبقى جيل، لا، اما يتوحد مع الجاني او اللي هو المواقف اللي هو شافها سيئه في حياته ويكون كده، او يرفض انه يكون كده. يعني مش لازم العكس. فمش لازم الابن اللي اتربى في بيئه صعبه يبقى كده. وبالدليل ان احنا عندنا حالات انسانيه كتير لبعض الناس اللي اتربوا في دور الرعايه، كونوا اسر، واسر ناجحه جدا، واولادهم ناجحين جدا ومحترمين ومتميزين اخلاقيا وعلميا. يبقى مش لازم اللي حصل في السابق يحصل في المستقبل. لا، في ناس بتنكر ان هي انا عشت وتألمت في المواقف دي، مش عايز ولادي يتألموا. للاسف دكتور رحاب، بنشوف انه بعض حالات الانتحار بيكون سببها الام او الاب، والاوحش من كده بيكون بسبب حد من الاخوه. عاده بيبقى مثلا اخ مسيطر شويه، عنيف شويه مع اخته، لانه الاهل سابوه يتحكم في اخته بهذا الشكل، فكان سبب في انه البنت تكتئب، لان هي مش شايفه حنان من اخوها او من بصي هقول لحضرتك حاجه، او يعني مشكله الاهل اللي هي عجزت عن التربيه السويه السليمه، الاهل اللي وصلت ولادها ان هم ينتحروا، هي مش مشكله الاهل بقدر ما هي مشكله نقص المعلومه. يعني احنا عندنا كتير قنوات طهي وكتير قوي برامج طهي ومهتمه بالطهي وبالفنانين وبادائهم الفني وكل ده، بس حضرتك ما عندكيش قناه ثابته تعلم الام يعني ايه مراهقه، يعني ايه استيعاب، يعني ايه الطفل اتاخر في الحديث، يعني ايه عنده توحد. المصطلحات العلميه يجب ان تكون عند الاسره المصريه مصطلحات عاديه فيفهموها، فتعرف ان في مرحله المراهقه في اضطراب هرموني معين بيمر بيه الولد او البنت. اي ضغط عصبي بيمر بيه الولد، خاصه الثانويه العامه الاعداديه، بيلجا بتفكيره، لانه تفكيره بدائي في الحاله دي او في السن ده، هو مازال تفكيره بدائي، فبياخد قرار الانتحار. الام والاب لو عندهم معلومه نفسيه بتقول ان سيطره احد الاخوين على الاخر بينتج عنها الكراهيه، وحتى ان لم ينتج عنها الانتحار، هنا الام والاب مش هيتركوا اخ يسيطر على اخته. ان لما بقول البنات تتعامل كملكات، تتعامل باحترام، ان انت لازم تعبر عن حبك لاولادك، عن احتياجك ليهم، يبقى في بينكم نوع من انواع الهزار والود الدائم حتى لو مشغول.
كده كده اللي حضرتك بتقولي هم الام والاب بيشتغلوا، هم كده كده بيشتغلوا، كده كده مشغولين، كده كده الحياه ضغط عليهم. ما تخرجش الضغط ده مع اولادك بالطريق السلبي، لا خرجه بطريق ايجابي. انت تعبت في شغلك، ارجع بقى لبيتك، كلم ولادك كويس، هون عليهم وما كمان يهونوا عليك الصعوبات اللي انت بتشوفها في حياتك. لان ان انا اثقل عليهم دايما، انتوا سبب ان انا بشتغل وظيفتين، انتوا سبب ان انا، لا طبعا الاولاد مش هتفتكر الكلام ده كله، هي هتفتكر المواقف السلبيه اللي نتج عنها، ان هم لما دوروا على والدهم ما لم يجدوه. والام في فيديو مشهور حد قال له للبنات كده في الجامعه، ولاد وبنات، اتصل بوالدك او والدتك قول له انا بحبك. رد فعل الام والاب قد يكون مضحك ولكنه ماساوي. الام بتقول له ها انت في حاجه، عملت حاجه، طب انت فيك ايه، قول، لان هو مجرد ان هو بيتصل بيقول لوالده انا بحبك او لوالدته انا بحبك وحشتيني، لان احنا ما تعودناش نعبر عن مشاعرنا لاولادنا بحبك ونعبر بالمشاعر الحلوه بالكلمات اللطيفه لاولادنا، فبالتالي بيكون عندهم جهاز نفسي يقدر يتحمل الصدمات والمشاكل اللي هم لا قدر الله ممكن يشوفوها في حياتهم المجتمعيه لما يخرجوا لشغلهم ولدراستهم. هنا ده مهم جدا. دكتور رحاب العوضي، استاذ علم النفس السلوكي، بشكرك على وجودك. العفو يا فندم، ميرسي لحضرتك. موجز لام واخر انباء مع زميلتي دارين. دارين برحب بيكي مره ثانيه. اهلا بك يا خلود وبمشاهدي هذا الصباح من جديد. صباحنا الثامنة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهره، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزياده حصته من اجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي. وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذبي للمزيد من الاستثمارات الخاصة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، كما تطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي. برعاية الرئيس السيسي، افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، وتقام فعاليات البطولة في مضمار الدراجات الدولي على استاد القاهرة. وخلال الافتتاح نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسي وتمنياته بنجاح الحدث الرياضي الهام، معربا عن ترحيبه بجميع الوفود. في تونس، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مواصلة التحلي باليقظة والحذر تحسبا لاحتمال عودة ارتفاع المؤشر الوبائي بتونس في ظل بروز سلالات متحورة جديدة لكورونا في العالم. وخلال اجتماعه مع الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة، أكد قيس سعيد أن تأثير الجائحة السياسية على تونس لا يقل خطرا عن كورونا. أعلنت الحكومة الهندية تسجيل نحو 47,100 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أكبر زيادة للحالات في يوم واحد خلال شهرين. وقالت إنها رصدت كذلك 509 وفيات ناجمة عن كورونا. وصفت الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الإنساني في إثيوبيا بأنه كارثي ويزداد سوءا، داعية إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين دون عوائق، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية تؤثر على 5.2 مليون إثيوبي. أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هاشل حالة الطوارئ في الولاية، حيث تسبب الإعصار آيدا في فيضانات هائلة في المدينة وعبر شمال شرق الولايات المتحدة. وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك مع مرور الإعصار آيدا الذي أودى بحياة 7 أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بفيضانات في شمال شرق البلاد. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، حتى ألتقيكم على رأس الساعة في نشرة مفصلة. والآن عودة إلى استوديو هذا الصباح مع الزميلة خلود زهران. شكرا ليكي زميلتي دارين، ونلقاكي على رأس الساعة. طيب، تعيينات مجلس الدولة 227-228 لسنة 2021 كانت دفعة 2016 امبارح يوم الأربعاء، ودفعة 2017 الخميس النهاردة. طيب احنا معانا من مقر مجلس الدولة في الدقي زميلي عوض الغنام. عوض، صباح الخير عليك والمزيد من التفاصيل، اتفضل. نعم خلود، كما أسلفت بالفعل نحن نتحدث عن الدفعة الثانية من المقبولون أو المقبولين هنا في مجلس الدولة. بالأمس كنا نتابع لحظة بلحظة أداء اليمين القانوني للدفعة الأولى، وهي 2016 والتي صدر بها قرار جمهوري من السيد رئيس الجمهورية يحمل رقم 327. اليوم الدفعة الثانية ل 2017، دفعة 2017 بقرار جمهوري 328، وتم تقسيم الدفعتين في أيام مختلفة للتقليل من الازدحام والتأكيد على التباعد مع إجراءات احترازية تم التأكيد عليها في رسائل وصلت للقضاة الجدد
أو الأعضاء الجدد لمجلس الدولة بأن كل فرد يأتي بزي رسمي، وتم إرسال نص القانون نص القسم بالإضافة إلى التأكيد على الإجراءات الاحترازية والتباعد. عملية حلف اليمين تتم بنحو كل 10 أعضاء أو 9 أعضاء يدخلون مع بعضهم البعض، ثم بعد ذلك هناك مسافة زمنية ما بين كل دفعة وأخرى حتى يقل الازدحام بشكل كبير. تحدثنا بالأمس معك خلود على طبيعة القسم القانوني، وهو يعني يلخص التأكيد على الاحترام القوانين وعلى العدل في التقاضي بين المتقاضين وعلى الإخلاص والتفاني في العمل. هذا هو ملخص هذا القسم، ثم بعد ذلك مباشرة بعد إلقاء هذا القسم ينضم العضو الجديد لهذا الصرح العظيم، أحد أهم صروح القضاء في مصر وهو مجلس الدولة. بالأمس كنا نجري لقاءات مع الأعضاء الجدد، أكدوا لنا بأن أحلامهم طوال عمرهم حينما التحقوا بكليات القانون والحقوق أنهم يلتحقون بهذا الصرح القضائي العظيم، وخاصة أن أغلبهم هم أعضاء بالفعل في هيئات التدريس يدرسون القانون بعدما تخرجوا في 2016، نتحدث تقريبا عن 5 سنوات، بعضهم حصل عمليا على الماجستير وفي طريقه للدكتوراه، جزء كبير هم أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات، ولكن لم يفارق حلمهم الانضمام لمجلس الدولة أبدا، وبالتالي الحلم اليوم تحقق لهم على أرض الواقع بعيدا وليس بعيدا يعني لا زمنيا ولا مكانيا. هناك أفراح للمرافقين لهؤلاء الأعضاء الجدد، هناك سياج بشري إنجاز التعبير من أهليهم وزويهم الذين جاءوا معهم في محيط مجلس الدولة، هناك خيمة تم تجهيزها للمرافقين لهم، كنا نسمع الزراغيث والأفراح ابتهاجا بانضمام أهليهم أو شبابهم إلى هذا الصرح القضائي العظيم. الأهم من ذلك هي الكلمات التي حث فيها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام على الأعضاء الجدد أن يلتزموا بالقانون وأن يعني يتباروا في المعرفة والاستمرار في ذلك، متمنين لهم التوفيق، وكانت وصايا مهمة للغاية. أكد الأعضاء الجدد حينما التقينا بهم أن هذه الوصايا لن تغادر أذهانهم أبدا ما بقوا هنا في هذا الصرح القضائي المهم للغاية وربما الأهم في العالم العربي هو مجلس الدولة. هذا قصر الأميرة فوقية كما تعلمين، هذا الصرح المهم للغاية والذي فيه تم يعني تأسيس هذا المجلس الدولة في 40 القرن الماضي، والذي يشهد له القاصي والداني بقيمته القانونية والقضائية العظيمة للغاية. خلود تفضلي ولديك أي تساؤل. زميلي عوض الغنام بشكرك على كل هذه التفاصيل. المشروع القومي حياة كريمة بيغير من وجه الحياة في مصر، ويمكن احنا بنشوف تكامل الأدوار والتنسيق بين عمل كل الهيئات لتطوير الريف المصري وتوفير حياة كريمة لكل المصريين. ضيفي في الأستوديو الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك كافة المشاريع. حياة كريمة من المشاريع القومية اللي هي مشروع القرن زي ما بنقول، بنغير حياة تقريبا 60 مليون مواطن مصري موجودين في القرى والأرياف والنجوع اللي كانت مهملة على مدار سنوات طويلة جدا. دور الوزارة هنا في حياة كريمة؟ طبعا المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة السيد الرئيس أطلقه في شهر يوليو الماضي، بيمثل نقلة نوعية في تطوير المواطن المصري وتطوير حياة المواطن المصري. وزارة التضامن الاجتماعي من الوزارات المعنية بالهدف العام الخاص بها تعزيز التنمية المجتمعية أو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بهدف تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة في الريف المصري. ده المحور العام اللي احنا بنتعامل معاه كوزارة التضامن الاجتماعي. المحور ده طبعا بينبثق منه 5 تدخلات رئيسية. التدخل الرئيسي اللي تم بالفعل اللي هو حصر الأسر المستحقة لسكن كريم. سكن كريم ده المبادرة المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل للأسر الفقيرة في القرى المستهدفة. لما نتكلم في المرحلة الأولى عندنا 52 مركز مستهدف على مستوى 20 محافظة بيضموا 1413 قرية. تم حصر الأسر أو المنازل المستهدفة للأسر الفقيرة حوالي 120 ألف منزل وفق معايير تم الاتفاق عليها ما بين وزارة التضامن ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة. تم تشكيل فريق عمل من الباحثين مع المسؤولين الوزارة، وزارة التنمية المحلية، وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة، وتم اختيار
الأسر وفق معايير وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي. المرحلة اللي تمت بالفعل بدأت وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في التنفيذ الفعلي لتطوير المنازل اللي تم اختيارها في القرى المسلحة. طب احنا كده اتكلمنا عن أول مرحلة اللي هي حصر الأسر المستحقة، طب المراحل التالية ايه؟ احنا بنشتغل بكل المراحل على التوازي، لان طبعا احنا عندنا مدة هم خمسة خمس تدخلات وزارة التضامن بتقوم بيهم، كلهم شغالين على في بنفس التوازي. إيه؟ غير حصر الأسرة عندنا محور رئيسي اللي هو خاص بتطوير او تنمية الأسرة والطفولة. المحور ده طبعا هو معني بنشاط وزارة التضامن الاجتماعي اللي هو الخاص بإنشاء وتطوير الحضانات من سن 0 حتى 4 سنوات، فصول المدارس المجتمعية، إنشاء فصول محو الأمية، برامج تنظيم الأسرة وتوعية برامج تنظيم الأسرة، مكاتب الاستشارات الأسرية اللي بتخدم الأسر في كافة القرى المستهدفة. ده محور. المحور الآخر هو محور التمكين الاقتصادي. وزارة معنية بمحور التمكين الاقتصادي فيما يخص إنشاء وحدات وسلاسل قيمة ومشروعات إنتاجية حيوانية وزراعية، طبعا بحكم طبيعة القرى المستهدفة كلها قرى ريفية، فبالتالي كل المشروعات اللي احنا بنستهدفها في القرى للأسر الفقيرة مشروعات تمكين اقتصادي تتعلق بخدمات زراعية وخدمات حيوانية. كذلك في تطوير مراكز الأسر المنتجة اللي تابعة للجمعيات الأسر المنتجة اللي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ودي أحد المشروعات المسندة من وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية بهدف تكون مراكز تدريب وتدريب مهني للأسر اللي في سن العمل تأهلهم لسوق العمل. ده محور تمكين الاقتصاد طبعا. وهنا برضو المرأة المعيلة بكل تأكيد، ده المرأة هي يعني هي المستفيدة الأولى من برامجنا كوزارة التضامن الاجتماعي، سواء تمكين اقتصادي، سواء توعية، سواء الحصر الأسر الفقيرة، سواء برامج الأسرة والطفولة. عندنا طبعا محور رئيسي آخر هو محور الإعاقة، التدخلات الخاصة بذوي الإعاقة. الوزارة طبعا معنية بالملف ده من خلال وحدات كشف مبكر عن الإعاقة. هل تم حصرهم؟ وحاليا بيتم حصرهم، وفي موقع رسمي طبعا من خلال إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي شغالة في مبادرتين من خلال الإعاقة. أول حاجة موضوع كارت الخدمات المتكاملة، وده طبعا طبقا للقانون اللي صدر في 2018. الوزارة حاليا بتصدر بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة الأطراف الصناعية، المواطنين محتاجين لأطراف صناعية. صحيح. تم إنشاء منظومة بتسجل عليها المواطنين الراغبين في أطراف صناعية تمكنهم إن هم يكونوا قادرين على أداء عملهم، وكذلك بتمكن الطالب إن هو يقدر يروح المدرسة أو الجامعة اللي هو بينتمي إليها. ممكن أسألك عن ما يتعلق بهذا المحور تحديدا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، هل الوزارة ليها دور في ان هي تدمجهم اكثر في المجتمع من خلال كمان ان هم يكونوا عندهم وظيفة بنساعدهم في ده؟ يعني التمكين الاقتصادي يشمل ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هو طبعا التمكين الاقتصادي بيشمل الجميع، بيشمل الأسرة. لا، انا ذوي الإعاقة تحديدا. ما انا بقول لحضرتك احنا بنشتغل على التمكين الاقتصادي على مستوى الأسرة ككل، سواء أسرة فيها مرأة، فيها طفل، فيها ذوي إعاقة، كله بنشتغل على المحور ككامل متكامل. ذوي الإعاقة ليهم طبعا وضع كبير الدولة بتوليه لأهمية الملف الخاص بذوي الإعاقة، عشان كده احنا بنتكلم في هم واخدين النصيب الأكبر فيما يخص البرامج على مستوى وزارة التضامن زي برنامج فرصة اللي بيوفر فرص عمل للأسر الفقيرة من ضمن المستهدف فيه ذوي الإعاقة، فبالتالي هي واخدين المحور الرئيسي للتدخلات من خلال ذوي الإعاقة. الوزارة لما فكرت كمان في توفير أطراف صناعية تحت رعاية طبعا السيد الرئيس بهدف ان احنا نقدر نمكن ذوي الإعاقة ان هم يكونوا قادرين على سد الاحتياجات في سوق العمل، لان انا لازم امكن له البيئة اللي تقدر تنجحه ان هو يقدر يمارس عمله. فاضل لنا محور. المحور الأخير اللي هو خاص بالتوعية، وده طبعا محور مهم جدا من أحد المحاور اللي وزارة التضامن بتشتغل عليها اللي هو خاص ببناء شخصية الإنسان المصري. عندنا محور التوعية ده من ضمن المحاور الرئيسية الكبيرة اللي بنشتغل عليها. احنا عندنا برنامج وعي أحد البرامج اللي تم دمجها في مبادرة حياة كريمة، بننفذ الرسائل الخاصة ببرامج وعي 12 رسالة، كذلك بننفذ مع الرائدات المجتمعيات والريفيات اللي في المحافظات. معالي الوزيرة وجهت بتكليف أكثر من 20 ألف رائدة اجتماعية
بيتم تدريبهم حتى يتم توصيل الرسائل الهامة للأسر المصرية، ومركزين جدا على المرأة في الريف. طيب احنا كده اتكلمنا عن الخمس محاور اللي هي تدخلات وزارة التضامن، تقريبا ده هيكلف الوزارة قد ايه كل هذه المشاريع بكل يعني هذه التدخلات بكل هذه المساعدات؟ الوزارة عاملة ميزانية حوالي 6 مليار جنيه لكل التدخلات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي. احنا طبعا تدخلاتنا بتبان اثارها عديد منها على مستوى فترة زمنية بعيدة شوية، لان احنا بنتكلم في بناء شخصية مواطن مصري وبناء شخصية الأسرة، فبالتالي التدخلات بتحتاج شغل كتير وبتحتاج متابعة. هل هذه التدخلات بتستدعي ايضا وجود تكامل وتعاون ما بين وزارات تانية؟ بكل تأكيد كل شغلنا يعني المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المبادرة بتضم 20 وزارة، بتتم بالتنسيق تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، فبالتالي كل الوزارات بتتكامل وبتقدم خدماتها، ما فيش وزارة بتقدم خدماتها دون التعاون مع وزارات أخرى. حتى مع هذه التدخلات حتى مع هذه التدخلات الخاصة بالتضامن، وزارة التضامن الوزارة نفذت حتى الآن من المحاور اللي احنا ذكرناها حتى الآن على الأرض، ايه الانجازات، ايه الجهود، ايه اللي تم؟ هو طبعا احنا كل تدخلاتنا شريك معانا كمان غير الحكومه مؤسسات المجتمع الاهلي، صحيح، باعتبارها شريك رئيسي لوزاره التضامن الاجتماعي، بتشتغل معانا لان هي موجوده على مستوى، احنا معانا اكثر من 50 جمعيه شريكه في المبادره، واكثر من 2000 جمعيه قاعديه موجوده في المحافظات. احنا حاليا بدانا فيما يخص الحصر، انتهينا من الحصر فيما يخص تطوير الاسره المصريه، انتهينا من 130 حضانه حتى الان من بنائها واعاده تطويرها ضمن المبادره، انتهينا من خدمات المتعلقه بتقديم وسائل او الرسائل الخاصه بالتوعيه المجتمعيه في العديد من المحافظات وفي القرى المستهدفه، اشتغلنا من خلال برنامج فرصه في تحقيق العديد من المشروعات، وفي كمان مبادرات بتتم مع مؤسسات العمل الآلي لتقديم مشروعات صغيرة ومتوسطة للكرة المستهدفة في كرة حياة كريمة. طيب مشاهدينا احنا معانا هذا الخبر العاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية. إذن مشاهدينا مرة تانية هذا الخبر العاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية. وبالطبع سوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل حول هذه القمة الهامة، القمة الثلاثية التي تجمع طبعا الأطراف الثلاثة. مرة تانية نرجع لي دكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني، عايزة أتكلم عن نقطة بقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن الدولة كمان مهتمة بهذه النقطة لأنه مش بس هنوفر فرص عمل لعدد كبير جدا من المواطنين، ولكن في نفس الوقت الاقتصاد بندعم الاقتصاد. حياة كريمة دورها إيه في توفير هذه المشاريع؟ زي ما قلت لحضرتك واهم المشاريع كمان اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي، ده محور رئيسي وزاره التضامن الاجتماعي من ضمن تدخلاتها الرئيسيه اللي هو توفير المشروعات الصغيره والمتوسطه. طبعا الوزاره كانت شغاله من خلال برنامج فرصه، احد البرامج اللي وزاره التضامن الاجتماعي اطلقتها بهدف تشغيل الاسر الفقيره حتى يتمكنوا من رفع مؤشرات الحمايه الخاصه بيهم. البرنامج ده بيتنفذ في المحافظات المستهدفة من حياة كريمة، برنامج بيضم العديد من المشروعات سواء تدريب الأول وتأهيل الأسر الراغبة في الحصول على مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال العديد من المراكز التدريبية الوزارة تم تخصيصها لتدريب الأسر على مستوى كافة محافظات الجمهورية. بيالي مرحلة التدريب مرحلة توفير المشروعات طبعا بالشراكة مع جمعيات الأهلية وبالشراكة مع شركائنا في القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية.
بالهدف طبعا احنا بنشوف طبيعه كل قريه ايه المشروعات الاول بنعمل دراسه للقريه، ايه المشروعات اللي ممكن نستهدفها داخل القريه اللي تتفق مع طبيعه السكانيه للسكان القريه، فبالتالي المشروعات متنوعه ما بين مشروعات خاصه حيوانيه او مشروعات زراعيه، كذلك في مشروعات خاصة بالروائح في بعض القرى، مشروعات خاصة منتجات الزهور، مشروعات خاصة بالسجاد، مشروعات متعلقة بالأسماك والثروة السمكية في العديد حسب طبيعة كل قرية. يعني طبعا دي مشاريع مهمة جدا، وفي نفس الوقت أنا يعني وزارة التضامن مهتمية بالمشاريع اللي هي يدوية أكتر، اللي بتحافظ على بتحافظ على تراثنا بشكل عام. لأي مدى الوزارة مهتمة بهذه المشاريع على مستوى الجمهورية، ويعني وأهميتها، أهمية الحفاظ على هذا التراث؟ طبعا حتى نتمكن ان احنا نقدر نروج لأهمية المشروعات التراثية والحرفية اللي الوزارة طبعا معنية بالملف ده، معالي الوزيرة في معارض كمان بكل تأكيد معارض. عشان انا اقدر احفز الناس انها تبدأ تشتغل وتبدأ تنتج لازم اوفر له فرصة للاستثمار وفرصة لتسويق منتجاته اللي بتتم خلال المعارض، المعارض ديارنا اللي بيتم اطلاقها. احنا مؤخرا كان في معرض ديارنا في الساحل الشمالي لقى اقبال عديد من المواطنين، وكان في عديد من المنتجات في مارينا في الساحل الشمالي في مارينا، طبعا قعد لمده شهر وشغال اسعار تنافسيه وطبعا اسعاره اسعار يعني جيده جدا. الحاجه الثانيه اهم حاجه المنتج وكفاءته ونقدر نلبي رغبه المواطنين في كل منطقه ممكن فيها المعرض. عايزين بقى هذه المنتجات يعني يتم ترويجها خارج مصر، يكون في يعني هو بالفعل معالي الوزيره وجهت ان احنا نبدا ننشئ معارض في العديد من الدول العربيه والدول الافريقيه خلال الفتره القادمه، نسوق الدول الاوروبيه، نسوق طبعا ظروف كورونا حرمتنا من تنفيذ المقترح ده في فترات كبيره يعني فترات زمنيه كبيره، ولكن ان شاء الله مع تحسن الاوضاع هنبدا نطلق معارضنا في العديد من الدول الاوروبيه والدول العربيه والافريقيه خلال الفتره القادمه. دكتور ايمن، انتوا بتشتغلوا على الارض يعني زي باقي الوزارات، وزاره التضامن كمان تحديدا شغاله على الارض، الناس بقى قد ايه هي سعيده ومبسوطه بحياه كريمه؟ وبكل تاكيد الناس سعيده باي تدخل بيتم مع الاسر المصريه. طبعا الناس لما شافت هل النهارده بنسمعهم مثلا بنشوف طلباتهم، القريه محتاجه ايه، المكان ايه اللي ناقصه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك في اكتر من 3000 باحث تم تكليفهم بحصر الاحتياجات الاسر وحصر الاسر وحصر وتسجيل الاسر المستهدفه، بنحصر الاحتياجات اللي موجوده جوه القريه. طبعا العمل ده عمل جماعي مع جميع الوزارات، لان تم اختيار الاسر دي على اعتبار هي الاسر الاولى بالتدخلات السريعه الخاصه بحياه كريمه، عشان كده بنتكلم المرحله الاولى فيها 1413 قريه، فبالتالي من داخل القريه دي بنستهدف الاسر اللي هي الفقيره اللي هي اولى بالرعايه واولى بالتدخل المباشر والسريع من الحكومه المصريه. المواطن طبعا حس بشعر، احنا بنتكلم في تكلفه المنزل بيزيد عن 200,000 جنيه، يعني انت بتوفري للاسره صرف صحي كهرباء، ده غير خدمات الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والانترنت، كل ده دي شبكه وبنيه اساسيه بتتم تدخلات داخل الكره، ولكن تكلفه بناء المنزل لوحده بيتخطى ال 200,000 جنيه، فانت بتدعمي اسره ب 200,000 جنيه، ده طبعا يعني ما فيش دوله في العالم بتدعم اسر بالمبالغ دي كلها، وفي ما فيش دول في العالم بتتدخل لبناء منازل وتاسيس، و طبعا شبكات الطرق او شبكات الصرف الصحي طبعا ده عادي، ده مش مشكله يعني في دول عديده ممكن تنفذها، ولكن احنا بنتكلم في حاجه هامه جدا تحسين جوده الحياه بكل تاكيد. وبعدين بنشتغل على المحورين، محور البنيه التحتيه ومحور السكن للانسان، لما يبقى في سكن كريم تبقى حتى الامور الخاصه بحياته ونقول الانتماء اكتر للوطن بيبقى موجود، فبالتالي تقدري تشجعيني يخش في سوق العمل، تقدري تشجعيني لما تقولوا له التعليم مهم، تقدري تشجعيه بخدمات صحيه، تقدري تحسني وضعه الصحي والتعليمي خلاف وضعه المعيشي اللي كان فيه، فده طبعا جميع التدخلات اللي بيحتاجها الانسان بتتم داخل المبادره. في صعوبات بقى بتواجهكم في تنفيذ هذه المحاور او تدخلات وزاره التضامن بشكل عام؟ هو طبعا اي صعوبات بيتم تذليلها، لان احنا بنتكلم في مبادره رئاسيه في متابعه شبه يعني يوميه من رئاسه الجمهوريه ومتابعه من السيد رئيس مجلس الوزراء بصفه يوميه للملف، ومتابعه كل وزاره على فكره معنيه
بملف وفي لجان متخصصه بتضم العديد من الوزارات. يعني احنا لجنه التدخلات الاجتماعيه معانا وزارات شريكه عديده بتساهم معانا وبتساعدنا فيما يخص تدخلاتنا حتى نتكامل لتقديم افضل خدمه للمواطن. اهميه وجود القطاع الخاص ايه؟ هو طبعا المجتمع المدني ايضا. احنا طبعا المجتمع، احنا طبعا بحكم ان احنا وزاره التضامن المسؤولين عن الجمعيات الاهليه، هي الجمعيات الاهليه شريكه معانا في كل تدخلاتنا الخاصه بوزاره التضامن سواء من خلال المبادره او من حتى في الكره بخلاف المبادره. الجمعيات الاهليه شريك معانا على مدار السنوات الماضيه والحاليه كمان. ولو بنتكلم على قانون الجمعيات اللي صدر في 2019، فكرته اتبنت على الشراكه والتعاون ما بين مؤسسات العمل الاهلي وما بين الدوله، فبالتالي دور الجمعيات مهم جدا. الجمعيات النهارده اكثر من 52 ألف جمعيه على مستوى جمهورية مصر العربية منتشرين في 27 محافظة، وهم أكتر التصاقا وأكتر علاقة أكبر بالمواطن المصري بالمواطن في الكرة وفي النجوع الجمعيات موجودة. فعشان كده إحنا من ضمن المستهدفات اللي إحنا شغالين عليها كوزارة التضامن إن إحنا نرفع كفاءة الجمعيات الأهلية اللي موجودة في الكرة وننمي قدراتها حتى تقدر تأدي خدمات أكتر للمواطنين. طيب نتكلم بقى يعني في نهاية الفقرة عن الخطة المستقبلية، إيه اللي أنتوا حاطينه على المدى القريب والبعيد فيما يخص التدخلات، نقاط التدخلات الوزارة والنقاط طبعا فيما يخص الأولويات اللي هتتم الفترة. زي ما قلت حاجة، احنا عندنا خمس تدخلات أولوياتنا تنفيذها الفترة الجاية. الفترة الجاية احنا عندنا فترة زمنية في المرحلة الأولى هتنتهي في 30/6/2022، فبالتالي احنا بنسابق الزمن لإنهاء التدخلات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي. المواطن هيلاقي الفترة الجاية في الكرة، هيلاقي لما ننتهي من الإنشاءات الخاصة بمجمع الخدمات اللي هيتقدم فيه خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومراكز التأهيل اللي هيتم إنشائها الخاصة بالذوي الإعاقة أو وحدة الكشف المبكر عن الإعاقة، القوافل اللي احنا سعينا حاليا ونسقنا ما بيننا وما بين الجمعيات الأهلية وما بين وزارة الصحة لإطلاقها لتوفير خدمات طبية وصحية للمواطنين في القرى المصرية، دي مستهدفينها خلال الفترة القادمة ان احنا نكثف من القوافل الطبية. طبعا بخلاف العديد من البرامج التوعية احنا كمان شغالين على محورين مهمين جدا، على محور حياه كريمه فيما يخص التوعيه وتقديم خدمات وتدخلات، شغالين على محور مهم تاني اخر اللي هو تقديم التوعيه ورفع الوعي للمواطنين في المناطق بديله العشوائيات، المناطق اللي سياده الرئيس وجه لنقل فيها المواطنين من العشوائيات الى مناطق حضريه جديده بديله العشوائيات. شغالين على المحور ده من بكافه تدخلاتنا الخاصه برفع الوعي للمواطن المصري. احنا بنتكلم مش نقله بس فيما يخص السكن او فيما يخص التطوير المكاني اللي هو اللي اصبح فيه، لكن كمان بنتكلم في تحسين شخصيته ومده بخبرات ومده بسلوكيات افضل للتعامل مع الوضع الجديد. يعني فاحنا شغالين على المحورين دول خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضرتك على كل هذه الجهود وبالتوفيق ان شاء الله. هذا المشروع بيعتبر من اهم المشاريع على كافه المستويات الحقيقه. دكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني، شكرا لحضرتك على وجودك معنا. مشاهدينا هنروح لفاصل وهنكمل من بعده باقي فقرات هذا الصباح. تواصل المؤسسات الدولية الإشادة بأداء الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية وبالأخص خلال جائحة كورونا. المزيد في هذا العرض مع زميلة فيروز مكي. أهلا بكم. في إطار استمرار تلقي مصر العديد من الإشادات الدولية حول أداء اقتصادها المتميز خلال الأعوام الماضية، أشادت وكالة فيتش بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في البلاد وتفرده إقليميا ودوليا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث. الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبا كنتيجة طبيعية للجائحة، كما أن تعافي القطاع الاستهلاكي تحديدا يستغرق من عامين إلى 3 أعوام، إلا أنه في الحالة المصرية شهد صمودا وأداء قويا أثناء جائحة كورونا، حيث أشارت فيتش إلى أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال العام الجاري قد زاد بنسبة 15% مقابل 2019، كما تتوقع أن يتزايد بنسبة 21% خلال العام المقبل.
ويرجع الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي إلى سياسات دعم الفئات المتضررة من الجائحة، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية، بما يدعم القوة الشرائية للأسر. من جانبه توقع صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر انتعاشا قويا للاقتصاد خلال العام المالي الجاري، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في عام 2024-2025. نظرة وكالة مودز للاقتصاد المصري تمثلت في تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، ويأتي ذلك مدعوما بتنوع الاقتصاد وكبر حجمه وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا. إذن مشاهدينا، هكذا استعرضنا معكم أبرز الإشادات الدولية المتواصلة حول أداء الاقتصاد المصري. نشكركم على طيب المتابعة. بدأت المدارس في الكثير من الدول في فتح أبوابها، خاصة مع تخفيف القيود الاحترازية وزيادة عدد متلقي اللقاحات. المزيد. العودة إلى المدارس والتأقلم مع فيروس كورونا أصبح خيار كثير من الدول حول العالم بعد إنهاء حالات الطوارئ الصحية والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، مع التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس. ففي الجوار بدأت المدارس في الأردن باستقبال أكثر من 2 مليون طالب بعد انقطاع استمر نحو عام ونصف العام، مع إنهاء الحكومة أبرز الإجراءات التي فرضت لمواجهة جائحة كورونا. بالنسبة للتعليم الوجاهي، عشان أكون صريح تماما، إحنا الآن واصلين ل 90% من كوادرنا التعليمية ومن كوادرنا الإدارية مع المعلمين، ومن الكوادر الحركة واللوجستيين الذين يدورون حول الأمور التعليمية 90% واصلين لمرحلة تلقي المطاعيم، بالإضافة لأنه إحنا خفضنا سن تلقي المطاعيم لمن أعمارهم 12 عام. كذلك اتجهت الولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية إلى فتح المدارس، ومنها صربيا والبوسنة التي اتجهت إلى بدء العام الدراسي وسط إجراءات احترازية صارمة. كما أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن العودة إلى الدراسة ستكون طبيعية قدر الإمكان. وفي قارة آسيا، عاد الطلاب في تايوان إلى الانتظام بالمدارس بعد فترة طويلة من تلقي الدروس عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا. كما أعطت السلطات الهندية الضوء الأخضر لإعادة فتح المزيد من المدارس جزئيا في 6 ولايات بطريقة تدريجية، مع تطبيق التدابير الصحية طوال شهر سبتمبر الجاري. ومن جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية دعمها لفتح المدارس ولو جزئيا، واعتبرت أن الضرر الواقع بسبب ابتعاد الطلاب عن مدارسهم واتساع التفاوت في التحصيل العلمي أكبر من مخاطر فيروس كورونا في حال تهيئة المدارس والقدرة على الالتزام بتدابير الوقاية. التنمية الزراعية المستدامة هو اتجاه الدولة المصرية خلال المرحلة اللي جاية، من خلال تبني مجموعة من السياسات الزراعية المتكاملة المرتبطة بالانتهاء من التشريعات الزراعية وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا وخفض فوائد الإقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبصفة خاصة مشروعات تحديث الري الحقلي. ضفنا دكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ خلود، وأهلا بحضرتك يا فندم. أهمية تطوير منظومة تحديث الزراعة والري من النمط التقليدي والتحول إلى الري الحديث، ومميزات استخدام أساليب الري الحديثة اللي بتتمثل في انتظام توزيع المية وتوفيرها كمان، التوزيع والتوفير. وطبعا زي ما حضرتك اشرتي ان الهدف الاساسي عندنا هو تحقيق التنميه الزراعيه المستدامه،
وده أحد أهم المشروعات الرئيسية في استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة اللي بتتفق مع رؤية مصر 2030، واللي من خلالها بنسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لكل الموارد الطبيعية، ومن أهمها إن احنا نحسن إدارة المياه، وإن الدولة بتهتم بكل أجهزتها بإدارة المياه بالأسلوب الأمثل اللي يحقق أقصى استفادة من كميات المياه اللي متوفرة لجمهورية مصر العربية. والحقيقة يمكن وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي يعني متمثلة في معالي الوزير السيد القصير بتولي هذا المشروع اهتمام وعناية خاصة، وهناك تكليفات وتعليمات لكل المعنيين والجهات المختصة بوزارة الزراعة بضرورة توعية المزارعين والبدء الفعلي في تنفيذ هذا المشروع لما له يعني من آثار إيجابية على الزراعة المصرية، وبتعم الفائدة على المزارع المصري بالدرجة الأولى. زي ما حضرتك أثرتي هناك العديد من الفوائد، لكن خليني أقول لحضرتك قبل ما نتكلم عن الفوائد أوضح الأسباب الأساسية اللي بتخلينا نلجأ إلى هذا الأسلوب وتطبيق نظم الري الحديث اللي هي الري بالرش والري بالتنقيط. لأن حضرتك عارفة ثبات حصة مصر من المياه منذ سنوات طويلة، وهناك زيادة مضطردة في عدد السكان، والدولة مهتمة جدا بتوفير وتحقيق الأمن الغذائي لكل المواطنين المصريين، وده بيتطلب اتخاذ عدة إجراءات أهمها التوسع الأفقي في واستصلاح أراضي جديدة، وأيضا التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية. موضوع التحول والمبادرة القومية للتحول إلى الري الحديث وتطوير نظم الري، وده بروتوكول تعاون تم توقيعه ما بين السادة وزراء الزراعة والري والمالية وبنكي الأهلي المصري والزراعة المصري، علشان نوفر التمويل وعشان نقدم كل الدعم الفني للمزارعين في هذا الشأن. فالحقيقة الهدف الأساسي زي ما قلنا إن احنا لما بنطبق هذا المشروع بنعمل الحاجتين، بنوفر المية وبتبقى عندنا كميات مية كافية لأننا نتوسع أراضي جديدة، ويبقى فيه توسع في عمليات الاستصلاح وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي. وتطبيق نظم الري الحديث من أهم مميزاته هو زيادة الإنتاجية الزراعية، فإحنا هنا كده بنبقى عملنا التوسع الأفقي والتوسع الرأسي باستخدام الري الحديث. لما بنوفر مية بنستخدمها في الاستصلاح يبقى إحنا كده بنقدر نطبق خطط التوسع الأفقي، ولما بنزود الإنتاجية من وحدة الأرض والمية يبقى إحنا كده برضو حققنا أسلوب آخر واستخدمنا أسلوب آخر وهو التوسع. جهود التوسع في إقامة اللقاءات يا فندم والندوات كمان الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بأهمية التحول للري الحديث والفوائد اللي هتعود على المزارعين نتيجة هذا التحول. طبعا في ندوات بتتم في كل محافظات الوادي والدلتا، والندوات دي بتتم بمشاركة المعنيين والمختصين والفنيين في وزارة الزراعة وأيضا وزارة الري، ومعانا بيشارك أيضا الجمعيات التعاونية الزراعية وكل الأطراف ذات الصلة بيكونوا مشاركين. بنعرفهم الفوائد سيادتك، يعني لو تحب نلقي الضوء بسرعة على أهم الفوائد. زي ما قلنا أول حاجة بنوفر كميات مية، وبعد كده كمان بنوفر أسمدة، لأننا لما بنستخدم الري الحديث بنضيف السماد بطريقة مختلفة عن الري بالغمر، وبيضاف السماد عن طريق السمادات وبيوصل إلى النبات بشكل مباشر، وبالتالي النبات بيحصل على المقننات السمادية الخاصة به وإنتاجيته بتزيد، وكذلك أيضا بيحصل على المقننات المائية الخاصة به، وبالتالي برضو ما بيكونش فيه منافسة ما بين النبات وما بين الحشائش اللي ممكن تكون موجودة، وبيصلوا كميات المقننات المائية الخاصة به. أيضا جودة المنتج الزراعي بتكون أعلى وأفضل، وبالتالي سعره بيكون أفضل. صحيح. نتيجة استخدام الري بالغمر اللي هو النظام اللي احنا بنتحول منه الآن، ده بيؤدي إلى ارتفاع الرطوبة وظهور بعض الأمراض الفطرية، وأحيانا بيكون بيئة مناسبة لنمو الأفات الحشرية، فده بيخلينا في نظم الري الحديث بتقل الأمراض الفطرية وبتقل الإصابات الحشرية، وبالتالي جودة المحصول بتكون أعلى، وأيضا تكاليف المقاومة سواء مقاومة الحشائش أو مقاومة الآفات الحشرية بتكون أقل، وده برضو بيوفر تكاليف. يبقى احنا هنا بنوفر تكاليف وبنوفر كل تكاليف في كل العمليات الزراعية والممارسات الزراعية، التكاليف بتكون أقل والإنتاج بيكون أكتر والجودة بتكون أعلى، إنتاج أكتر يعني سعر أفضل للمزارع،
ودخل أعلى وجودة أعلى، يعني بنبيع بسعر أفضل. وأيضا لما بنقول إن احنا بنقلل التكاليف يبقى تكاليف أقل، باختصار يعني بتكاليف أقل، وأيضا بيكون عندنا إنتاجية أعلى وعائد أعلى للمزارع. هل المبادرة بتستهدف تطين المساقي وإعادة تأهيلها لزمام قدره حوالي 4 مليون فدان بالأراضي القديمة كمرحلة أولى، ولا في يا فندم يعني أهداف تانية؟ تمام، زي ما سيادتك أشرت كده، هي المبادرة فيها شقين. الشق الأول هو يأتي يعني استكمالاً للمشروع القومي لتبطين الترع، وبيتم الآن بعد تبطين الترع والمسائي في المراوي الخصوصية اللي هي بتبقى توصل المية للأرض الزراعية مباشرة، دي بيتم تأهيلها. وفي عدة طرق، إما أنها بتكون في بيتم تبطينها، أو بتكون في المية بتكون موجودة في مواسير، وده بيبقى الطرق المتبعة في الري الحديث. لابد ان المية تكون موجودة بشكل مستمر، او بنقول بيكون في تيار مستمر او شبه مستمر من المية علشان يقدر يلبي احتياجات المزروعات اللي موجودة. صحيح. فعشان المية تكون موجودة بهذا الشكل لابد من تأهيلة المسائي في المرحلة الاولى، ثم بيأتي بعد ذلك المرحلة الثانية اللي هي تطبيق نظم الري الحديث. ودي زي ما ذكرنا بتبقى في عندنا نظامين، الري بالرش والري بالتنقيط. كل نوع من انواع المحاصيل سواء كانت حقليه او محاصيل بستانيه ليه الاسلوب الامثل والاسلوب المناسب اللي بيتم تطبيقه. يعني دور بقى الجمعيات هنا الزراعيه، روابط مستخدمي الميه لجمع البيانات تبادلها للمناطق المستهدفه الخاصه لتنفيذ اعمال تاهيل المسائي تحديدا. هو يعني يمكن البروتوكول رعى في كتير جدا من بنوده أنه هو يقدم كل التيسيرات للمزارعين. هذه التيسيرات بدأت بأن القرض بدون فوائد، ويمكن ده أول مشروع يتم تنفيذه وبدون فوائد، الفائدة صفر بدون فوائد، المزارع لا يتحمل أي فائدة. صحيح. نتيجة التمويل اللي هو بيحصل عليه من البنوك. كذلك مدة السداد بتكون 10 سنوات، ودي طبعا مدة طويلة جدا، كان الهدف منها ان احنا يبقى في تيسيرات وتخفيف على المزارع عشان ما يتحملش اعباء اضافيه. وهنا دور المزارع كمان مهم جدا في تنفيذ المبادره، يعني هنا دوره مهم جدا في تنفيذ هذه المبادره الهامه. ما تمام يا فندم، فحضرتك انها يعني لما يكون الانتاج زاد والعائد زاد والتكاليف قلت، فقيمه القسط هتكون هي جزء من المبالغ الاضافيه اللي بيتحصل عليها المزارع نتيجه تطبيق هذا النظام، وبالتالي هو مش هيتحمل اعباء جديده. سيادتك ذكرتي الجمعيات، الجمعيات هي من اهم اللاعبين الرئيسيين في هذه المبادره، وزي ما قلت لحضرتك ان احنا تيسيرا على المزارع عشان المزارع ما يتحملش اعباء كتير واجراءات طويله، فالبروتوكول هيتم تنفيذه من خلال الجمعيات التعاونيه الزراعيه، وده احد الاساليب، وهناك اساليب اخرى علشان المزارع ما يتوجهش بنفسه للبنك ويقدم الطلبات. فالجمعيه اللي هي بتمثل المزارع، جمعيات تعاونيه ومجلس ادارتها المنتخب من المزارعين اللي هو بيمثل المزارعين، هو هيتولى التنسيق ما بين المزارعين وما بين. اخيرا يا دكتور وسريعا علشان الوقت، عايزه اعرف من حضرتك احنا ازاي بنستفيد يا فندم من التكنولوجيا في تطوير هذا القطاع؟ حضرتك يعني لو قلنا ان نظم الري الحديث دي احد التقنيات الحديثه، فاحنا بنهتم بتطبيق كل التقنيات الحديثه في الزراعه، سواء كان استخدام الميكنه الزراعيه وتسويه الارض بالليزر والزراعه الاليه والحصاد الالي واسلوب النقل والتداول والتخزين، كل ده بنطبق في كل التقنيات الحديثه. ايضا بنطبق التقنيات الحديثه في استنباط الأصناف الجديدة والهجن الجديدة اللي هي بتكون مقاومة أو مواجهة بتجابه التغيرات المناخية المعاكسة، وبتتحمل الحرارة وتتحمل الملوحة وتقاوم الجفاف. فكل التقنيات الحديثة بيتم استخدامها وتطبيقها علشان نحقق النهضة في القطاع الزراعي بشكل عام. شكرا لحضرتك دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بشكرك على المشاركة معنا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، بكرة حلقة جديدة ويوم جديد من هذا الصباح.